ايه الدنيا على كل الناس بتتفرج علينا على اليوتيوب او تسمعنا على سبوتيفاي؟ احنا بودكاست ايه الدنيا، نتكلم على كل حاجه وفي كل حاجه. معكم ريمون جورج كرولوس خليل كمبوتر. طيب توثيقا للحدث النهارده 19/10، في اوقات كده الواحد في حياته بيشوف حاجات ما بتحصلش كتير، فما اعتقدش السنين دوت شفنا حاجات شبه اللي بتحصل دلوقتي. طبيعي ان احنا ما نعرفش نتصرف ازاي او نتعامل مع الوضع اللي احنا عايشين فيه ازاي دلوقتي، فانت غصب عنك انت القصه مأثره فيك وانت صغير وانت كبير. في لحظات كده الواحد بيقعد يفكر ايه الصح وايه اللي ما يصحش. فاحنا بنعمل حلقه اي نعم في وقت ان هو وقت صعب، وفي ناس حقيقي دلوقتي ممكن ما تبقاش حتى قادره تفتح عينها ان هي تشوف الدنيا عامله ازاي، بس في نفس الوقت بنقعد نفكر احنا ايه اللي ممكن نعمله، احنا دي حياتنا بعيد عنه، فما قدامناش حاجه غير زي ما في ناس كتير جدا كونتنت كرييترز ويوتيوبرز اتكلموا في الموضوع، قال لك لازم نعيش حياتنا العاديه. يعني لازم نتاثر وهنشوف فيديوهات وهنشوف حاجات كتير، بس لازم نعيش حياتنا العاديه. فاحنا بنعمل حلقه في وسط الحرب اللي بتحصل دلوقتي ومش عارفين اللي هيحصل بكره، مش عارفين اذا الحلقه دي هتتعرض ولا لا اصلا، عشان نبدا بالكلام كده. بس يعني لا ان شاء الله هتنزل يعني، وان شاء الله كل حاجه تهدى وكل حاجه ترجع لزي ما كانت او تبقى احسن. في حاجات كتيره بتحصل اليومين دول مش كويسه يعني للعالم كله. احنا يعني عايزين نقول ان احنا بنصلي لاي حد متاثر اللي بيحصل اليومين دول، وربنا يكون مع كل الناس اللي عندها شهداء او عندها اي حد مات ليهم، ربنا معهم. الدنيا ايبسود 13 اول مره، حلقه جديده، اسبوع جديد، مش بودكاست جديد. خلاص يا عم مش بودكاست جديد وضيوف جداد، عشان تعرفوا ان احنا بنجيب ضيوف محترمه وشباب زي الورد. ضيوف المره دي يعني توب نوتش. ايه بس كل عليك توب نوتش، كل عليك تزميل على طول. احلى حاجه فيهم هم مهندسين. جود جوب. دي اول حلقه نبقى احنا الاربعه مهندسين كده، انت متخيل؟ لا يا عم، او اصل نبقى اربعه مهندسين، اربعه مهندسين في نفس القعده، تو ماتش هندسه. انت حاسس ان احنا طلع المساطر كلنا دلوقتي؟ واحنا كمان ما شاء الله احنا الثلاثه يعني بينا صولات وجولات تي تي يو، يعني احنا شفنا ايام مع بعض، ايام العز كلها، ايام كنا بنذاكر ونذاكر لحد الساعه 5 الصبح. ايوه بنذاكر سندوتشات الجبنه اللي من ماكدونالدز. احنا عدى علينا حبه حلوين يعني. فالمهم احنا نعرف الضيوف بتوعنا. معانا استاذ شادي بشاره بعد الجواز. شادي بشاره متجوز، احلاوه بعد الجواز، والله احلاوه بعد الجواز. ومعنا طبعا الانستا موديل، الانستا موديل، الانستا انستا انستا اتزق عليك كتير، نتكلم على موضوع الموديل الجديد. انا حاسس كرولوس ابننا، كرولوس طويله تمام، بعد ما ربنا ادى له 5 دقايق بريك ان هو من كتر السفر. انت مختفي الفتره اللي فاتت دي، اتواضع بس شويه كده. انت مختفي بقالك فتره، انت اخر سفريه كانت فين؟ اخر سفريه كانت فين؟ سبين وغريس. سبين وغريس. ايه رايك؟ والله نفسي اروح في مش عارف. بس مش حاجه ما عملهاش. ايوه ابننا مهندس. رحت برشلونه، رحت اتفرجت على ماتش ولا حاجه هناك؟ ما اتفرجتش على ماتش، بس رحت برشلونه لحقت الكامب نو. ولا برشلونه اتفرجت على بي اس جي؟ ما لحقت الكامب نو ولا لا؟ ما لحقتش كام، كان لسه بتصلى. نروح ان شاء الله السفريه الجايه يبقى روح وعرفني عامل ازاي. بامانه يعني انت كل اللي انت شايفه ده صدقني حاجات تبع الشغل كلها، مش حوار يعني. يا راجل بامانه صور البحر دي كلها على الشط. يعني هو كان بيمسك اللابتوب. نفسي الشغل بتاعي يوديني حته مثلا غير مثلا اوهايو. طب انا هقول لك حاجه، هم ودوني مكان واحد بس تمام، ودوني بولند، بس انا قاعد في شهر تمام، فانا كنت بشتغل كل يوم، بس الفكره ان انا في الويكند ولا حاجه كنت بطلع يومين مكان تاني، بس هو ده انا كنت بعمله. عين العال، عين العال الصراحه يعني حاجه. كان عايش بيفطر في فرنسا، بيتغدى يا دوب فيينا. طب انت كنت بتشتغل امتى؟ بامانه كانوا بيسحلوني بالشغل كل يوم تقريبا من 5 لـ 5، يعني بص 12 ساعه ما كنتش باخد نفسي. بس انا الوقت اللي كنت بخرج فيه هو في الويكند اللي كنت بروح فيه مثلا مكان تاني. بس انت كنت بتعمل ايه بيزيكلي؟ تريننج يعني ولا؟ ودوني هناك تريننج، انا لسه الشركه اللي انا شغال فيها جديده وكده، فودوني هناك اعمل تريننج لمده شهرين.
بس. وبعد كده رجعت وبعد كده راح سفروني ساوث كوريا تاني برضو لمده شهر تريننج برضو ايه يا عم هم حاسس ان هو مش جاهز يعني فقالوا ما ايه ودي حته تاني. انت بتبقى قاعد كده اهوت مش بنحسدك والله ولا بنحقد عليك ولا احنا سود من جوه ولا بنوصلك في حياتك ولا اي حاجه دي بس الرمون اخره راح اخر الشارع انا خلاص كان عندنا من اسبوعين رحله فلوريدا ما عرفتش اروح فلوريدا تمام. فلا يعني انت ما شاء الله دلوقتي انت كم دوله محطوطه في الستوري 12 سو فار 12 دوله تصدق تؤمن بايه انا اخر 9 سنين سافرت احنا في الحلقه 13 نحب نعرف بالبشمهندسين ضيوفنا الكلمه دي بقى كتير ما سمعتهاش صدق ليه يا ابن الشغل مش عارف بس بقى كتير ما سمعتهاش محدش بيقولها لي انا شكل المهندسين صدق والله خدش بالي الموضوع ده كل مهندسين كل مهندسين كلها لمت والله كل مهندسين ده هي الحلقه احنا انت بتخلينا احنا الاربعه مهندسين قاعدين في الحلقه دي احنا اطلع كلام انت لو في حد ما بيحبش المهندسين ممكن ما تفرجش اعمل لها بلوك دلوقتي بس لو نعرف الشباب اللي جم معانا استاذ شادي بشاره حبيبي شادي بشاره لا استاذ الاستاذ شادي بشاره لا الباشمهندس لو سمحت انا مش بنات باين هو الناس هي الناس متجوزه بس اللي بتقول لها استاذ ولا ايه راجل محترم قاعد معانا دلوقتي حبيبي شكرا ثلاث عيال صبيعه الراجل فتح بيت يعني طويت والبني ادم باشمهندس باشمهندس كرولوس كرولوس ايه كرولوس جابر لا لا مش كرولوس هم ايه كرولوس ايه طويله على فكره مفيش حد كتير يعرف الاسم ده انت بس اللي مطلع الاسم ده ويعني شويه ناس كده بس كان نفسي حقيقي ان انا اندهج باسمك بس لا 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 هم يعني لا وهي طويله دي بدات من كانريدج برضو ايام الكمبيوتر هو اللي طلعها اصلا ده ارمون انا طلعتها سايو ما اطول منك مش عارف بقى هو انت مطلع عليا مين طلع النيك نيم بتاعك طعون كان في باشا لا والتاني طعطع برضه مش باشا برضه ما طعطع جاي من طعون انا وطعون جاي من المسلسل بتاع مي عز الدين ومحمد امام اللي هو كان فيها واحد طويل ده اللي هو خاله يبقى عادل امام عارف محمود متولي ده بس ده بشعر يا عم احنا ما حطيناش سوري انا اسف انا اسف ممكن بشعر صح انا اسف انا اسف حلو جيف مي كريت جيف مي كريت جيف مي كريت مش اول هذا وقد كان معنا شادي بشار في قصف الجبهه هو قال البرنامج يحط عليك انا مش عارف انا حبيبي شادي بدي اللي قال لك بس الشباب يعني احنا كلنا احنا الشباب شفنا ايام سودا مع بعض الحمد لله ايام كانريدج كانريدج بس تي تي يو يعني حاجه في النص سنه ام تي سي انت برضه رحت معاك فيرست فريشمان يير لا احنا عدينا بمراحل مع بعض حياتيه طويله انت لا بس الصراحه يعني ايام الكليه was really good I loved it. Not the college itself. It's just sorry. يعني مش الكلاسز مش اللون. يعني وبعد الكلاسز يعني. والله كان الناس دايما تقعد تقول لي أيام الكلية إن أيام الكلية تبقى أحسن أيام في عمرك وما أعرفش. والصراحة أنا يعني. Looking back, it was. يعني it was good. لا بس أنا الأيام اللي أنا عايش فيها من آخر خمس شهور أحلى أيام حياتي. طبعا أزبط. أزبط. How's marriage يا شادي؟ It's been great. وخلي بالك من كل حرف هتقوله دلوقتي. هتفرج عليه. عشان تعرف بعد ما تروح. اعمل شوت اوت. شوت اوت انجي لاف يو. حياتي ليك. How's single life يا كيف؟ ما انت مش معايا فيها ولا انت ايه؟ سألك مش معايا تقريبا. انا في الكرسي دوت لازم اشوف كل حاجه من بعيد. بص هي دي حلوه ودي حلوه ماشي وكل فتره وليها مميزاتها يعني. المهم ما اعرفش هينفع نحكي القصه دي ولا لا. في الاخر بنسيبها بيتقال. المهم يعني. كان من قد ايه تقريبا كان في عيد ميلادي من اربع سنين خمس سنين كنا قاعدين قاعده كده وكان معايا الاستاذ شادي. فاكر انت القعده دي؟ فاكر اتفضل. عادي قلت له ايه هو خلاص اتجوز ما نقولها عادي بقى خلاص بص هو في الاخر هو اللي نجح لما هو اللي اتجوز وقفل اللعبه هو اللي نجح يعني اللي بيتجوز بيبقى ناجح مش شرط لنا ديفاين بيتر مش شرط مش شرط ما انت عارف ما هو الالتيميت جول بتاع ريليشن شيب ايه مش اتجوز اكيد يا طبعا هو بقى ما خلاص هي ماستر ديت خلاص بقى واتجوز فالراجل اللي يعني نقعد نتريع عليه واحنا عايزين المهم لما احنا والدنيا عليه اشيفد الميداليه عارف انت المهم كان من اربع سنين في عيد ميلادي قاعدين قاعده تمام وكنا بنتكلم عن الدنيا واللي فيها
فاتكلمنا في توبيك الا وهو الجواز البدري. تمام. وانا يعني من اللي عرفني كويس يعرف ان انا ضد الجواز البدري. تمام. المهم بعديها مفيش اسبوعين ثلاثه لقيت شادي بيكلمني في بيبعت لي مسج ريمون البروبوزل بتاع الاسبوع ده. احنا اسبوعين كنا معرفنا دايما قعدت اغلط في اللي بيتجوز بدري ساعه. لا لا انا يعني انا مستيكن بس انا كنت بقى فيدباك يعني لا لا انك لا انت اتكلمت معانا والله لا بجد انا فاكر انت هتتكلم معانا وبتاع ويجيب ذا هول جيفينج يو جايز نوليدج بس عارف احنا كنا بقى عشان بقى مطرب منه بالطريقه عشان نتعلم. حبيبي حبيبي اخبار الجواز بدري. بص هو مش اكيد طبعا مش كل حد يعني مش طب استنى بيفور يو ستارت ليتس ديفاين بدري يعني ايه قصدك بدري ذاتس ا جود بوينت بدري ايه بالنسبه لك يعني as an age as in financial as in خلينا الخصائص يعني يعني في في كذا الاكسبيرينس بتاعك الحياه يعني ايج يعني there's a certain age. لا ما انت ممكن تكون مثلا عندك 20 سنه ولا 22 سنه او whatever ما ماتشوريتي ما لا ما this is a big has to do with a big role لا ما ماتشوريتي حاجه واكسبيرينس حاجه يعني انت ممكن تكون واحد عنده 30 سنه بس دماغه صغيره يعني فاهم عندك اكسبيرينس كتير جدا اللي هو انت عشت كتير 30 سنه بس الماتشوريتي بتاعتك لسه صغيره فده ما ينفعش يفتح بيت مثلا this you know فانا عايز اعرف دلوقتي الاكسبيرينس اللي انت عشتها انت اتجوزت بعد ما خرجت بقد ايه انا متجوز من 5 شهور فيعني من حوالي سنه و او اكشلي بعد التخرج بسنه ايه سمع تاريخ الجواز May 14 شوف السرعه في الرد الحاجات دي فيها في البيوت بتعرف لما الحاله دي ديتيلز ماتر يعني اونستلي جايز الحاجات دي فيها اسبوع نايم على الكنبه لا لا وانا عندي انا مجهز اوضه تاني فوق عشان اي حاجه حصلت ابقى مأمن نفسي انا متخيل لما الحلقه دي تنزل التواريخ مثلا حاجه الحلقه دي تنزل وشادي وانت قاعدين بيتفرجوا على الحلقه وهو قاعد بيعرق والاسئله دي هو الجواز حاجه حياتي ايه انا مسمح قبل ما اجي طبعا الجواز حلو هو بيضحك بص يعني obviously الجواز حاجة حلوة خالص يعني بس it all depends on the person and your soulmate هذا البوك انسرز اللي بناكل بها عيش لا لا بجد والله يعني انت لازم كل واحد مثلا أو أكيد مش بالشكل طبعاً هو الشكل is a part of it what's pleasing to your eyes but what's pleasing to your eyes could be not for my eyes you know تمام. So you, obviously first thing would be the look for you تمام because that will give you the second step to go approach that تفضل شايف في ناس كتير تقول لك لا الشكل عندي مش مهم لا بص لا انت اكيد مش عايز تحب تنام جنب تصحى تاني يوم تلاقي واحد صاحبك يعني اكيد ف تعمل ليكتشر من اب كاهن لا هو الصراحه بيبص ما اللي يقول لك كده يبقى بيكذب عليك الصراحه بالظبط بالظبط انت اكيد مش هترتبط بحد الحب من اول نظره انت مش هتحب من اول نظره شخصيتها شفت شخصيتها من بعيد ديفان شخصيتها اظبط يا شاد بس كم. Obviously like I said يعني اول حاجه الـ المنظر يعني فاهم طبعا مش لازم يكون 10 من 10 اكيد يعني ما فيش حد بيرفكت بس حتى لو كان 6 من 10 بنقول 10 من 10 بالظبط يعني فاهم المهم اللي انا بقول لا انا بتكلم لا 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 انا بجد مش شادي عشان شادي دلوقتي داخل في مشاكل لا انا بتكلم كل واحد ليه الريتنج بتاعه يعني انت ديبندز اون وات يو لايك اوبسلي بعد كده النكست سكند ستيب طبعا approaching the other person knowing them actually their personality their how they act around people around you obviously طبعا كل واحد في الاول عايز يوريك احسن حاجه عنده يعني فاهم انا الفشيخ وانا اللي بطلع نار تبقى الهانيمون فيز يعني بالظبط فاهم وانا الفييس وانا كذا 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 وفاهم طبعا الحاجات دي ما تاخدش من الكلام بس لازم افعال obviously ف هو الصراحه يعني this could be what I did يعني or I actually tell people to do that before you start thinking about anyone
while you're still single يعني عم كيلو خد نوتس يعني فاهم ماشي يا عم ده انت الناس هو يا جدعان والله العظيم مش ولا 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 يعني honestly بجد كريشي لا 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 والله بص انا عم بترو سم باورز اون يو انا هدي لك دلوقتي للاسف هو اتجوز تقعد جنبه وتسكت تتعلم فعلا للاسف يلا بص وانت قاعد لوحدك مش بتفكر على في اي حد اعمل مثلا ليست للشخصيه اللي انت عايز تكون معاها طبعا ده can work for a girl and a guy فاهم اكتب الحاجات اللي انت حابب تكون في الشخص ده فاعمل الليسته دي بعد ما تعمل الليسته دي ارجع بص في الليسته تاني طب ايه reasonable يعني ايه اللي انا ممكن مثلا اتغاضى عنه يعني ممكن مش لازم يكون 10 من 10 في الحته دي فاهم ممكن ينزل في الحته دي شويه تمام take this out you made like a checklist obviously fam is that before that's before you start thinking about you anyone choose someone no, because I... if you do that after obviously love is blind fanta whatever you whatever that person have is what you're gonna put on your list فاهم عشان عايز الشخص ده لا انت تعمل ده قبل ما تفكر في اي حد فاهم ده اللي انا عايزه يكون في الشخص اللي انا عايز اتجوزه فاهم حاجه حلوه والله لا بجد سمعت حد بيتكلم معايا فكان بيتكلم معايا ان هو كان مساعده مرتبط وبتاع فبيقول لي ان احنا متشابهين مع بعض في حاجات كتير جدا فانا بدات اسمع اللي هو ده بجد ده يعني ده بدات افكر في العلاقه اللي هو داخل فيها احنا تيم حلمي عمرو دياب يعني ايه عمرو دياب عامل البيت ولا ايه بالظبط ميوزك يا اخي مالك لا احنا شويه بعض احنا تيم عمرو دياب طب تمام لا بس يعني بجد on a real note يعني بعد ما تعمل الليست دي تخليها معاك وتعيش حياتك عادي تمام ولو لقيت شخص عجبك مثلا شكله وبعد كده حبيت تتكلم معاه والدنيا بس انت you make it sound like a checklist well it's يعني what if I meet someone that meets all the checklists except one should I own that's why I said go back to that checklist and actually modify it more to see what you can get يعني what can you handle what can you not مثلا واحد مثلا cheap فاهم انت واحده cheap for example انت ممكن مثلا تتغاضى عن الحوار ده او ممكن ما تتغاضاش فيعني لو موجوده في التشيك ليست بتاعتك اكيد لو هي cheap مش هتبقى تحب مثلا تكمل معاها او مثلا doesn't take care of herself يعني مثلا looks or for the guys the same يعني obviously ففي الحاجات المهمه الاساسيه فاهم اللي هم لو الحاجات دي مش موجوده في الشخص مش امين مثلا او بيكذب عليك فاهم الحاجات دي مش هتقدر تتغاضى عنها عشان تعرف تكمل true you know relationship honest relationship فالحاجات المهمه خالص اللي هي تكون في الليسته بتاعتك احنا كنا بنقولها قبل كده في حلقه قلتها لك كذا مره فكره ان انت الشخص اللي بتدور عليه ان انت ترتبط بيه حلو انك تشوف الحاجات الحلوه اللي فيه تمام بس الحاجات لازم تبص على الحاجات اللي مش حلوه اللي فيه او الحاجات اللي ممكن تضايقك وتقعد تفكر بينك وبين نفسك هل الحاجات دي انا هعرف اعيش معاها بعدين ده دي اهم حاجه في موضوع العلاقه ان انت بالزبط. تشوف ال ما بص انا عايز اقول لك على حاجه برضو ما انت لما بتتعلق بحد وانت تقريبا بتتعمي ما تمام ده اللي انا كنت بحاول يعني هو يعني الواحد لما بيتعلق بحد ما انت مش بتشوف فيه اي وحش انت حتى لو الشخص كل اصحابك ممكن يقولوا لك يعني فاهم انت خلاص انت متعلق بيه مش شايف فيه اي حاجه وحشه فانت الواحد ما انت بقى ده ايه اللي هو بقى يعني انت بيبقى في صراع بقى قلبك وعقلك ولازم تفكر بعقلك في حاجات طب ما ده لازم تفكر بقلبك في حاجات ما ده اللي انا عايز اتكلم فيه ايوه انت اتجوزت بدري اوكي بالنسبه لي تمام تمام انا كواحد بفكر ان انا لما يكون عايز اتجوز هتجوز في اخر العشرينات ليه؟ 27 28 ليه؟ علشان اكون خدت واحد خبره كفايه في الحياه بص اوكي هاو دو يو نو انت عندك الخبره واتس يور ميجرمنت يعني فاهم عايزين نسمع راي البنات هو انا يعني انا عايز اقول حاجه يعني في الموضوع ده عموما يعني اصل انا يعني برضو الموضوع ده اتكلم عليه بشوي في الحلقه بتاعته وكده وقال ان ولسه خطب بعديها لا لا انا مفاجاه لو انت مالك يا حبيبي كل عام كونجراتس شوي ويلكم تو ذا تيم من الواضح اي حد بيتكلم مع موضوع الخطوبه ده هو تقريبا بينزل لا 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 ابدا لا بس يعني هو قال في الحلقه ان احنا يعني دلوقتي هنا في امريكا بالذات يعني اللي محطوط علينا بريشر من كله من اهالينا مثلا او من صحابنا اللي هو حتى لو الكلام بهزار اللي هو مثلا حتى لو ايه طب مش هنفرح بيك او ايه مش هنفرح بيكي والكلام ده هو يعني اللي الناس مش فاهماه ان يعني كل واحد ربنا كاتب له حاجات
يعني زي خط كده ماشي عليه في حياته فاهم. فكل حد هو مش قادر يستنى لحد مثلا ما دوره يجي, وبالذات لو كانوا صحاب جامد يعني مثلا لو هم شلة صحاب وحد فيهم خطب او حد فيهم عمل اي حاجة في الدنيا, اشتغل ولا سافر ولا عمل اي حاجة, انت بتبص له على اللي هو ايه ده ايه ده, لا انا 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 اللي حواليا عملوا عملوا كده, انا لا انا لازم اروح اعمل كده, لازم اروح اعمل مش شرط يعني انت كده يعني انت فولور مش لازم. لا هو في ناس في ناس بتفكر في كده فاهم انت. انت جاي على الجرح جامد يعني مثلا انا اللي اتكلم في الموضوع ده كان جان قال لك احنا دايما نبص لبعضينا. ما بالظبط هو ده حقيقي كل يعني انا واحد معايا صاحبي لقى يعني لقى اللي هي اللي في نصيبه كده الواحد لازم الواحد لازم يعرف انه يعني هيجي الوقت. يعني مثلا تعال نقول مثلا كأكبر مثال مثلا انا وشادي دلوقتي مثلا صحاب من احنا وفي هاي سكول ودخلنا كلية وتخرجنا واشتغلنا تقريبا في نفس الوقت تمام. زي ما قال ليمون مثلا في الحلقة في الاول انا بعد ما تخرجت مش عارف سافرت ومش عارف ايه وبتاع وحوارات كده تمام. شادي دخل طريق تاني وراح اتجوز واستقر ومش عارف ايه, لسه يعني هيجي الوقت بعدين اللي هو انا هبقى في مكان شادي وشادي هيبقى في مكاني في يوم والحوارات دي كلها فاهم. اللي هو ايه بقى يعني الواحد ما يستعجلش وما يفضلش يبص على اللي هو لا 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 انا اللي حواليا بيعملوا كده لازم اعمل كده بسرعه عشان الحقهم. فلا يعني اهدى زي ما انتوا قلتوا كون نفسك. انت احنا بنجري, طب بنجري ليه؟ طيب محدش بيجري ورا كل واحد ليه طريق تمام. يعني زي ما انا اضرب لك كلام محترم والله انا الحمد لله يعني جدعان احنا اتفه من كده بكتير. احنا اتفه من كده بكتير. انا حاسس الكلام ده كلام كتير قلتش نفسك زين واحنا عبد القدوس الكلام ده كونفيدنس يا جدعان. انتوا على فكره جامدين كلام محترم بجد. لو انت ربنا كلام محترم خلي بالكوا انتوا. انا مش بقلل من كل الناس اللي ما طلعوش يعني على البودكاست, بس احنا ما بنجيبش يعني غير الناس المحترمه الكبار. خلي بالك خلي طبق مسطور. So back to your horn. So yeah. what's your measurement of? طيب أنا هكلمك عن موضوع الجواز البدري دوت. تاني لأن I think كان إن أنا معروف عني إن أنا against it. مش against it, لا حس إن أي حد عملها بنادم متخلف. اوكي لان بجد او على الاقل دلوقتي لا لا هقول لك اهو لان انتوا جايين جايبنا عشان تعزونا يا جدعان. انا بجد بقى ربنا مقتنع دلوقتي ان كل واحد has his own pace. صح تمام. وكل واحد ليه طريق زي ما الباشمهندس كرولوس تفضل وتكلم وقال. يعني شفت الجمل اللي انا مش هكرر الجمل اللي هو قالها عشان هو قالها الطريق انا ما اقدرش اقولها. بجد. وحاجه كمان بقيت دلوقتي لما حد يجي يتكلم معايا تقول لي ايه الحق ده ما اعرفش عمل ايه او ده عمل ايه, فانا بقيت اقول جمله دلوقتي كتير جدا if it works for them good for them. صح لان انا ممكن زي ما كرولوس قال لك انا انتوا الاثنين اتخرجتوا في نفس الوقت تمام. هو خد طريق اللي هو اشتغل وسافر وما عادش هنا, وانت اخدت طريق الاستقرار لان انت كنت عايز تفتح بيت. طب استنى انت ليه بتقول ان الاستقرار في البيت في الجواز بس؟ ما انت ممكن الاستقرار يبقى في الكارير. لان انا ممكن اخد طريق ايه لا ليه فيها ايه. انا ممكن اخد طريق ان انا اروح اخلص دراستي اعمل ماسترز اعمل بي اتش دي بقى وكده وبعدين اخش تشوز ا كارير اجيب بروموتد افضل استقر في شغلانه في كومباني معينه. ما ده استقرار. مش كل الناس اللي يعني ورا بوت الناس اللي ما بتتجوز ناس مش مستقره في حياتها. لا بس هو الطبيعي والبديهي ان البني ادم شغلته في الحياه كلها ان هو يتكاثر. ده البديهي. That's your natural instinct وده ربنا خلقنا عشان كده. صح بس في ناس الاستقرار بتاعك هيبقى ايه ان انت تتجوز. ايوه بس في ناس their goal ان هم ما يتجوزوش. انا مش بقول ان ده صح ولا غلط, انا بقول ان الناس ممكن تلاقي الاستقرار بتاعها في الكارير. هل ده صح هل ده غلط؟ ده debatable برضه. هو بيتكلم كلام صح برضه. الماجوريتي شايفه كده. الماجوريتي هو ماشي. الماجوريتي هو على بعد سنين كتير من استقرار الشغل او استقرار المادي اللي انت بتتكلم عنه هتبقى عايز شخص بس. ايوه ما بقول لك ده debatable. هل ده صح هل ده غلط؟ في ناس بقى في طريق وطريق تمام. انا بتكلم على الجنرال ايديا مش هنصحح وغلط في كل حاجه. في الجنرال ايديا الطبيعي الناس كلها بتعملها 90 99.9 من البني ادمين بيعملوها. في 1%
0.001% ده هو كده انا حر. باشمهندس مول معانا. لا انا قلت 99.99. I think there is more percentage اكتر من كده especially دلوقتي. بس anyway انا بتكلم برضو فكره ان احنا يا سيدي انت كرجل شرقي مصري البديهي بتاع او الديفولت سيتنج بتاعك ان انت تتجوز. هو ده صح يعني على حسب برضو دماغ اهالينا. اكيد امك اكيد امك في البيت مش هتسيبك تتجوز. دماغ اهالينا بقى. هي دماغ اهالينا. الشاب يكمل 19 سنه يحاول يتجوز. الحقوه الحقوه قبل ما ايه يبوظ. عشان الاهل بيتخنقوا مننا اللي هو ايه هو ابوك وامك بيتخنقوا قوي اللي هو لا روح بقى اتجوز. ماما تكمل 45 سنه عشان مثلا الديسكليمر. انا ما بتكلمش على امي عشان امي بتهزقني. الديسكليمر مش امي. ام الامهات ان جنرال يكملوا 45 سنه يا ابني الحق اتجوز قبل ما اموت. ده الطبيعي بتاعه. هو ده صح الصراحه. هو ده صح. مش نيجاتيفيتي. هو مقتنعين. هم عايزين يشوفوك فرحان ويشوفوا عيالك. ايوه بس يعني. بس قبل ما اموت يشوفوك. الحته اللي بتاعت قبل ما اموت دي على فكره في الليد بروجرام اللي انا رحت فيه رحت له انا ومايكل كان ابونا تدرس سلمين اتكلم في الموضوع ده. قال لك ايه في كتاب عن الكالتشرز وبتريتس كل كالتشر في الحاجات في حاجات معينه. فقال لك الكالتشر بتاعتنا اللي هي الميدل ايسترن كالتشر از نمبر 1 في النيجاتيفيتي. نمبر 1 اكيد. كان يو ايماجين يعني اللي هو احنا مش شايفين نفسنا كويسين. أيوة بس انا اقول لك على حاجه اتجوز قبل ما اموت. طب ليه يا حاج يا ربنا يخليك لينا يعني عارف انت قول اكو قول لا خلاص بقى. لا تقول لا يعني موضوع برضو ان جريفني وان احنا بنتخيل كل حاجة يعني وحشة ممكن تحصل لنا بيخلينا ساعات مثلا في اوقات مش في كل الاوقات بس في اوقات لو حصلت حاجة وحشة فعلا ما بنتأثرش جامد زي بقيه الناس. احنا already فاهم احنا already احنا متخيلين الوحش. طب في مثل مصري في مثل مصري مشهور بيقول لك ما تقدرش البلد بوقوعه. صح. لا وفي في امثال مصريه كتير عكس بعض. يعني انت صح في الحته دي. لا مش الامثال كريسورس خالص نهائي. واللي كسب بتاع امه يقول لك اقلب تطلع ردع امها وحوارات. طيب نرجع احنا بعدنا خالص على الموضوع. نرجع شلطنا خالص. لا بس لو هنرجع بس للموضوع جواز عشان نبدا نتكلم في الاستقرار. انت خدتني في حته ثالثه خالص بنتكلم فيها. ليه ما احنا كنا بنتكلم اصلا في الميجرمنتس الميجرمنت بتاعتك يعني تو ذا هول سيتويشن. فانا بالنسبه لي كريمون اللي انا شايفه تاني انا قلت انا اي ثينك ان انا ميد ات كلير ان انا حقيقي دلوقتي مش ما بستحقرش اي حد بيتجوز بدري. كل واحد حر. كل واحد ويز اون بيس. كل واحد وقدرته وكل واحد وطريقه تفكيره. تمام. انت في الاخر ودلوقتي بدات اقتنع ان دي ليها حاجات حلوه ودي ليها حاجات حلوه. وحاجه من الحاجات المعلقه في دماغي لغايه دلوقتي موضوع ان انت مش فاكر كمين قالها لي انك تتجوز بدري دوت حلو علشان هتبقى صغير وعيالك يكبروا معاك. صح. هو في جزء منه صح يعني بس ماشي. تمام. depends on the person. كل واحد وظروفه وكل واحد يا ابني. انا بقول الحلو فيها عشان اغلط. انت عايز تغلط في ايه؟ لا مش هغلط. ايه بقى الوحش فيها؟ انا عندي مشكلة في فكرة ان انا اكون لسه ممكن مش انت طبعا تاني فضل. لا لا اوكي. نو نو عشان ما تتخدش انا بهجمك. لا 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 انا معاك. ان انا مثلا واحد لسه ابوابي ربيني واروح اربي عيل تاني. صح. تطلع عيال تطلع عيال العظيم يطلعوا عينينا احنا ويعمل حروب وميز. دي حقيقة. دي حقيقة. فانا undisciplined kids become undisciplined parents. صح. تمام. نفس الفكره برضو على حاجات كتير. فاينانشال اويرنس بتبقى مشاكل فيها مشاكل كبيره جدا لو انت اسمه تتجوز وانت صغير. لان مش انت تاني عشان لا لا يا انا في ناس كتير جدا بيتجوز وهي صغيره. طب انت راجل مهندس كده كده المهندسين ما لهمش عيب اساسا ان هو المهندس يعمل اي حاجه عايزها. حبيب. فناس كتير بتتجوز في سن صغير بيبقاش عندها الفاينانشال اويرنس ان هي تعرف تبقى تهاف ستيبل فاينانشال فاميلي. ان هو تلاقي بعد سنتين ثلاثه بيصرف حاجات تافهه جدا وبعد كده بيبقى يعني في اكستنت ميجر بتحصل كتير. ليفينج باي تشيك تو باي تشيك. يعني بالظبط بالظبط. يا حاجه تانية مثلا ان احنا اتكلمنا على الخلفه وكلمنا على الفلوس. الاستقرار العائلي ان انا مثلا بعد سنتين ثلاثه انا كنت فرحان بالدبله. تمام. انا راجل اتجوزت صغير فرحان بالدبله فرحان بمراتي رايح في اي حته بخرج فيها بقول دي مراتي مش خطيبتي مش صاحبتي انا بقول دي مراتي يا جماعه فانت تتكلم معايا كويس. انا كبرت سنتين ثلاثة وتزهق من مراتك وتزهق من عيشتك واصحابك اللي لسه متجوزوش. يعني مش بقول بشيء. لا 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 ما حدش فهمني غلط.
لان الحاجات دي انا شفتها ودي اللي خلتني ابني قناعاتي في الموضوع دوت ان بعد سنتين ثلاثه تسيب مراتك وتسيب بيتك وعلى طول انت صايع في القهاوي. انا شايف ان هو انت لازم تاخد راحتك في خطوه مهمه هتقضي 40 50 سنه من بعد من حياتك كلها في الخطوه بسبب ديت. كام واحد انت شوف تاني عشان نقول الموضوع مش للناس كلها، كام واحد دخل الكليه غير الميجر بتاعه باربع خمس مرات؟ كتير جدا كتير جدا، من اكتر الحاجات اللي بتحصل ان حد يخش الكليه ما يكونش عارف عايز يعمل ايه. تخيل واحد شبه دوت مش عارف ياخد الميجر بتاعه اللي هيدرسه اربع سنين ثلاث سنين وفي الاخر بيقرر هيتجوز مين ما يتجوزش مين. حب يا اخي، بيحبوا بعض. بص هو انت يعني انت لو يعني لو الجواز حب املي الدنيا حب يبقى خلاص. لا ما هو مش كل حب اوبسلي طبعا، لازم يعني بعد الحب لازم يكون ريسبكت وفاليو ايتش اذر وكده يعني. بس انت لو اكيد طبعا انت عارف ان انا ريلي بحاول اشوف كل حاجه قبل ما اتاكد من حاجه معينه. يعني مثلا يعني انا لما كنت قررت اكون مهندس فاهم الكتريك مش عارف ايه طب ايه الحلو هنا وايه الحلو هنا وايه الوحش من هنا وايه الوحش من فاهم. انا في شخصيتي بحاول اشوف كل حاجه من اوبشن يعني من اشرحها ازاي. يعني انا مثلا قبل مثلا فور اكزامبل اشتري عربيه فاهم، اشوف كل الاوبشنز اللي فيها واشوف اقارنها بحاجات تانية وفاهم بتاكد قبل ما اخد الخطوه ان الخطوه دي انا عايزها ومش عايزها دلوقتي بس هكون عايزها قدام. مش ريسك تيكر. يعني بالظبط pretty much. يعني انا risk with a good balance. يعني good balance بالظبط. and I just don't think about this thing right now. how am I gonna think of it in 10 years five years you know would I still like it would I still do this فاهم. ف يعني طبعا لما بتختار شخص يكمل معاك حياتك دي اهم خطوه لازم يعني اهم خطوه تعملها اهم choice تعمله في حياتك. طبعا لازم تصلي وتتاكد ان يعني دي الشخصيه اللي انت عايز تكمل معاها حياتك كلها فاهم. زي ما انا قلت لك طبعا الاهم المنظر لازم يكون حلو بالنسبه لك. طبعا كل واحد ليه اوبشن معاه يعني whatever they like. بعد كده تتكلم معاه وتشوف البيرسونال بتاعتها. والمهم بعد ما تتاكدت ان دي الشخصيه الحلوه. طبعا بنات الناس مش لعبه فاللي احنا ايه ما نخشش نتكلم. انا حاسس خلي بالك من كلامك عشان في ممكن بنات تقول لك ايه يا عم انت بقى كل واحد ليه اوبشن وكده احنا تختار مننا عادي. لا بقى انت لا انت عارف اقول لك حد يقول لك زي ما انت بتختار وكده زي ما انت بتختار هي بتختار بالظبط. هي مش هتوافق مش اي حد هتكلمها صح برضه معلش بس ساينتفك فاكت تمام. في عدد للسيدات في العالم اكتر من الرجاله فيو هاف يور اوبشنز ما تخافش. انا قلت طب عاملين وزارات على منظمه حقوق المراه هتلاقيها بتخبط علينا دلوقتي. انا ما كنتش اجي في السكه عشان كانوا عاملين وزارات على كيو فرنسا وكده. لا انا مش قصدي انا بقول يعني ان في بنات ممكن تتضايق اللي هو مثلا تقول لك اللي هو بيقولوا اوبشنز قدامك اوبشنز ومش اوبشنز اللي هو احنا بنتكلم في البرسبكتيف بتاع الرجاله. انا بتكلم عن ماي برسبكتيف فاهم. طبعا البنات طبعا انا ممكن اهر الكلام ده كله فاهم وتروح تكلم الواحده دي وهي تقول لك سوري انا ما سوري فريند زون. فانت خلاص فريند زون برو زون اي حاجه هنمشي شادي ونقعد نتكلم فريند زون ده عشان انا شايف حطيت فريند زون كتير. يو خلاص ده في انهي من فريند زون تعرف انت المعلومه دي ايه ابن خالتك زون ولا ايه ولا خالتي زون ولا زي ابني ده اني الواحده ايه يا عم انت بتتكلم مين يا عم واحده متجوزه بتتكلم مين يلا شو ما تدخلش في تفاصيل اتفضل اوكي. انت اكتر حاجه مهمه في موضوع الجواز ده لما تيجي تخش اي ريليشن شيب الكوميتمنت صح. علشان I have a big question كنت عايز اسالك في الموضوع ده بدل ما انت newly married اوكي newly wed اوكي. فانت اهم حاجه في الجواز الكوميتمنت علشان انت whenever بقى you choose that person you choose خلاص انت you choose الحاجات الكلها اللي انت كنت بتتكلم فيها دلوقتي. خلاص I made the decision ان انا هكوميت with that person engagement بقى during the fights during المشاكل during كل الحاجات دي كلها until خلاص نبقى احنا we're standing in front of the altar we're getting married صح. How hard is it to commit to a person. طبعا مش بتكلم على cheating ولا الكلام ده لا احنا بنتكلم على like actually mature relationships okay.
it's still يعني in some relationships it's still hard to commit. How hard is the process بقى؟ The process بتاع getting married ده أساس. والبقى مش هقول لك بقى الحاجات اللي هي on the side اللي هي الشبكة ومش عارف هي عايزة الفينيو ده وأنا عايز الدرس ده وأنا مش عارف إيه مصاريف بقى finances. Getting married, that's a whole process. It's very, very... And I can tell you 100%, يعني yeah. I didn't go through it, yeah. You went, but yeah. I'm 100% sure it's so difficult. It is. How hard is it to commit through this hard process? Well, يعني it's very hard, obviously. طبعاً لازم تكون انت متأكد, يعني 100% ده اللي انت عايزه. فهم؟ يعني في ناس obviously start dating وبعد كده propose ويخطبوا وبعد كده فكر مش الشخص بالنسبة لي. فهم؟ لازم تكون متأكد 100%. تمام؟ financially obviously is really hard. It depends obviously on how financial your financials. طبعا. In my case, I mean it was hard, but I was able to do it. يعني and I'm I feel that it was a good step for me. تمام؟ طبعا شغل اطحن نفسك بقى فاهم وظبط الدنيا. بس it takes a lot of maturity. It does and a lot of commitment like you were saying. يعني فاهم مثلا انا واحد عندي كان 21 سنه او 22 سنه تمام اصحابي they're going out وانا لا انا لازم انا بدري ورايا شغل الساعه 5 yeah. الصبح فاهم ما ينفعش I have to go over time. I had to see this in front of my eyes. فواحد صاحبنا برضو اتجوز بدري شويه وكنا بنخرج وكان بيوحشنا كتير جدا ونقعد نكلمه يا ابني حابب اخرج معانا بس معنا. His reason يعني his yeah. الفلوس ديت اللي ممكن اصرفها معاكوا احسن لي اوفرها لبعدين بالظبط جيب لك خلاط بقى جيب لك اي حاجه هو طبعا هو every يعني تخيل حلم حياته جيب خلاص كل حاجه بتفرق على العروسه اصلا بالظبط يعني يا عم انا بقول اي كلام وخلاص يعني ده ميك سنس لا لا الخطوبه على العريس والله خطوبة العروسة بص هو العروسة مش يعني. ادمت الموضوع ده بتهفهف بص مفيش حاجة اسمها ادمت الأصول الأصول هي معروفة خطوبة على العروسة والمطبخ على العروسة الأصول دي الأصول دي طب الأصول دي متحددة من مصر والكلام ده كله بالظبط بس الأصول دي فيها مشاكل يعني عارف أنت في ناس في مصر بتاخد قروض بيقلعوهم علشان يروحوا يعرفوا يتجوزوا من كمية الفلوس اللي الأصول دي بتحطها ضغط عشان وده ريزن إن هنا مش زي مصر يعني هو واحد مصر I think here is worse كمان لا no, really. no it's totally different wrong. انت لو في مصر تقدر تتجوز في السن مثلا في بالنسبة لنا يعني خلاص يا بدأ في جوازة بدأ في 10,000 جنيه انت عارف 10,000 جنيه دول كان بالدولار يعني نو يعني في مصر انت الواحد بيخلص فاهم ثانوي ويخش الكليه بعد كده يخش جيش يطلع على مش معاه حاجه يابا هنا يبدا من الصفر بقى حتى لو هنا اوريدي لايك 25 اساسا فاهم فانت عبال ما تكون نفسك بقى وتجيب شقه والعفش وبتاع بجد انا بستغرب جدا يعني هنا مثلا الافرج بتاع الجواز سنه كام 24 23 yeah, بالظبط yeah. في مصر ممكن يبقى 29 30 ده كده متجوز يعني كده مظبط نفسه هيز نوت ليت يعني حد يتكلم معانا ده شاب عنده 30 سنه في مصر وهو لسه متاخر قوي كده بس لما بالظبط ونفس الحوار مع البنات يعني فاهم البنات طبعا ما فيش عرسان بتتقدم عشان هم مش جاهزين فاهم فمصر مختلف هنا خالص يعني انا عن نفسي مثلا بدات شغل هنا وانا عندي 15 سنه 15 years old yeah. في high school I start working I think we all did too everyone, yeah. فهم فyou start يعني أول حاجة أول goal مثلا تجيب عربية لنفسك فهم بعد كده تبدأ تسايف money مثلا تجيب whatever you want بس فا it's you start work really early فهم and you have the option طبعا لازم تركز في دراستك يعني احنا جات علينا فترة أيام TTU هناك في الوقت كله فاهم هنشتغل امتى فاهم يا دوبك الويكند هنا يا دوبك الواحد بيروح يوم الجمعه yeah. يعني يصحى تاني يوم السبت لو اشتغل يوم يا دوبك يجيب الجاز بتاعه والرنت والكهرباء وبس يعني that's it for the four years يعني ف it's it depends on each person how their financial how painful was it الموضوع الديسيبلين دوت بعد ما خدت قرار البروبوزل يعني قبل البروبوزل حاجه يعني حتى قبل البروبوزل والكوميت بتاعتك حاجه طبعا وبلاش خلي ايه ممكن يعني هو بص انا اكشلي من اول ما قلت لبابايا يعني انا طبعا فكرت في الحوار كتير فاهم ان انا جاهز اعمل الخطوه زي كده ولا لا فانا قلت لبابايا طب انا احنا عايزين نروح نتقدم فاهم انجي وعائلتها وكذا كذا كذا قال لي اوكي خلاص تمام
فهو قال لي جاز يعني عقلك انه نقد كفاية ان انت تفتح بيت وفي حد معتمد عليك. يعني انت لو حصل لك حاجة لازم في واحد معتمد عليك, you have to take care of her. يعني فلوس طبعا, طبعا لازم اكون راجل البيت فدماغي تكون كبيرة, لازم امتص اي غضب هي مثلا نرفز, ما ينفعش نكون احنا الاثنين هارد هيد فاهم, يعني ما ينفعش هي تبدا تتنرفز وانا اتنرفز ونقعد نخبط في بعض اليوم كله فاهم, لازم حد يشد وحد يسيب, حد يشد وحد يسيب عشان نقعد نكمل ايه حياتنا بفرح يعني فاهم. فبس شوت اوت فرح على فكره بس يعني قال لي خلاص لو انت جاهز, لو انت حاسس ان انت جاهز لخطوه زي كده انا مش همنعك فاهم يعني, يلا ليتس جو. على فكره حلو جدا, ابوك احترمك في الموضوع ده. هقول لك ريزن كمان يعني انا مش اقعد يلا على جوه لا هو بص هيقول لي ليه, ما هو يعني هو انا بابايا اتجوز مثلا اتجوز كبير شويه, هو كان في فرنسا فعاش هناك 6 سنين المهم يا باريس والله قال الله حرق شايف بس فهو لما بجد يعني اوكي فهو زي ما قلت لك يعني اتجوز كبير, فهو لما شافني يعني هو عاش طبعا حوار ان هو اتجوز كبير, فهو اظن من 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 النقطه بتاعته هو حابب اتجوز وانا صغير شويه فاهم يعني, هو ما كانش عنده اي مانع فاهم, قلت له كذا 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 انا عايز اتقدم وبتاع, فقال لي خلاص اوكي انت متاكد انت جاهز؟ قلت له قال لي يلا بينا خلاص خد منها خد منهم ميعاد وانا معاك فاهم, قال ليش حوار يا ابني اقعد تتكلم فيه انت لسه خلص كليتك فلما انا قعدت معه قلت له شرحت له طبعا احنا دلوقتي مثلا انا في جونيور يير فاهم, ف السنه دي هنعمل الخطوبه وهتخرج وبعد ما اتخرج بسنه فاهم هتجوز, فانا اكون ايه الفتره دي زبطت فيها نفسي, انا زبطت نفسي دلوقتي اللي احنا نبدا نروح نخش نتقدم ونجيب ذهب والحوارات دي وخطوبه ان ماي كيس الخطوبه كانت على العروسه وانا كان عيال الفرح يعني very traditional. ابوها ما قالكش حبيبي لا لسه بدري عليا حاجه؟ لا يعني مش هو قال لي قال لي what's your plan يعني انت دلوقتي شاب عندك ساعتك ان 21 سنه 21 انت ايه اللي انت عايز تعمله يعني dates انت ايه نظامك؟ قلت له انا شارب شارة مهندس شارب شارة عايش معاك انت ما كنتش اتخرجت اصلا ساعتها لما عملت بروبوزل وانت معاك يا حبيبي معايا بابا بابا متعكم بس it was انا اسف لو لا 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 بجد يعني بص هو يعني كان موقف طبعا اكيد اول مره اخش فيه فكنت ستريس اول مره اخر مره الحمد لله لا يعني انا عم شوف في في دخل عامل الحوار ده فاهم عندهم مناعه انا متعود على الحوار عارفين خارجين داخلين خارجين عارفين الدنيا ماشيه ازاي فاهم ذاتس هوربل على فكره بس يعني يعني نو 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 اتس نوت هوربل بس ليت مي ريسيت ذس اللي هو It's not right عشان البيوت الناس مش لعبة اكيد هي بنات الناس مش لعبة نو مش في حاجة دخول الحمام مش هيخرج لا كل مثل في الدنيا في اسم بيت لا 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 اللي هو انت مش هزار مش هزار طبعا السب زي دي لازم تكون انت متأكد بس ده مش معناه حد هيخش اللي انت تهزر بره برضو فاهم اللي انت ما ينفعش ده معناه ان انا روحت كلمت بنت خلاص عجبت يلا نروح او من داخل البيت ده واكلم باباها وبتاع وبعدين خلص الموضوع اروح اكلم البنت التانية اروح اخش البيت ده لا في ناس كده وعشان كده بيقول لك دخول البيت مش حاجه قليله مش حاجه قليله ان انت تعملها كده وخلاص بالزبط. مش عشان انت دخلت بيت حد ده معناه ان انت خلاص ان انت يو كان بريك اوف بعدين لا لازم تخش قبل ما تعمل ديسيجن انك تخش البيت ده شود بي ا فيري جود ديسيجن هل ده يعني ثينجز هابن طبعا في ريليشن شيبس بتبوظ حتى افتر ذات ستيب ام نوت سينج ان هو ايفر ديد ذس ما ينفعش اخش بيت تاني لا لا لا, لا. You can try again طبعا انا فاكر الكلام ده كنت دخلت قلت على طول نقطه بس هي فكره no, في حاجات بتحصل ان الناس بتخش البيوت او بيوت الناس من غير ذا كوميتمنت وذا ذا فيلينج بالظبط ان انا داخل اكتشلي لوكينج اهيد اي هاف ا بلان اي هاف ا فيجن انا داخل البيت وخلاص عشان بحبها يا سلام يا عمي والنبي جوزني عارف انت القصه
لا هي هي زي ما انت قلت فاهم ان انت دخول البيت دي it was a very big step for me فاهم ان احنا انا كنت طبعا اعرفها قبل البيت وبنتكلم مع بعض واول ما اقتنعت وعرفت ان هي شخص بالنسبه لي فاهم that's when I start taking that step بس طبعا انت عشان تاخد step زي دي انت لازم تراجع نفسك مليون مرة عشان اول ما تخش من الباب ده او اول ما تكلم الراجل اول ما تكلم حماك يعني اول ما تكلمه فاهم تقول له عم ولا بابا ايه تقول له عم ولا بابا وانت مالك انت مالك مين يا بابا مين انا بابا يا جماعة انا بابا اسأل بس والله كمل ماشي شعرات عم ابراهيم لا بس انا يا وات دو يو جايز ثينك على موضوع يعني ما انت طبعا وانت داخل عم تعمل ديسيجن ده وانت داخل بقى وما يعني از ا نورمال بيرسون بتحس بكل البريشر ان انت لازم هت لازم تجيب فاينانشلي لازم تجيب ستيبل سون او لازم اتليست يعني ام اي هاف ا بلان اي هاف ا فيري يعني انا عايز اقول ايه انا عايز اقول ان كل اللي انت كنت بتقوله اللي هي الستاندردز والكالتشر والحاجات دي كلها don't you feel it's too much for someone that is trying to get married يعني في ناس هنا في امريكا بيتجوزوا بخاتم ماشي ما لا هو مش حكايه غلط مش easy come easy go مش حكايه غلط مش حكايه غلط بس انت يعني مش شرط. انت انت مش انت دي الكالتشر بتاعتك دي اللي ده اللي انت ده اللي احنا متربيين عليه وده اللي احنا do you agree with it ولا you don't بقى agree ولا I don't بس ده اللي المفروض يحصل هو احنا متربيين على كده طبعا it depends if you're still getting married or engaged to an Egyptian girl طبعا if you're going outside the Egyptian community it could be different لا في الكالتشر بتاعتنا احنا انت لازم تعمل كده هو دي الاصول دي اللي احنا متربيين عليه من بدري يعني تمام من زمان قوي في موضوع الكالتشر ده بالذات علشان البنت دايما بتبقى dependent على باباها انما الامريكان او الغير مصريين عندهم الفكره بتاعت ان البنت انا مستقله بنفسي فانت بتاخد البليسنج بتاع بابا اللي هو طب يا حبيبي ربنا معاكم يلا فاهم انما المصريين يا حبيبي انت معاك ايه انت تتجوز ما طبعا ما هو يعني عايز يطمن على بنته انما انت حط نفسك مكانه اكيد اكيد يعني انا لو انا عندي بنت فاهم حد جه يتقدم لي لو انت مين انت فاهم يعني انا انت ما عندكش بنات صح إيه؟ ما عندكش اخوات بنات لا ما عندي اخ واحد شعرات بسام انا عمال اعمل شعرات لكل الناس يلا عادي الدكتور بسام سوري انا اسف الدكتور بسام تلاقيه بيذاكر دلوقتي مش دكتور دلوقتي يا كوكو تتجوز ايه يا معلم مش عارف صدقني ده سؤال حلو ما عندكش بلان انا تقريبا اهلي بيسالوني السؤال ده كل يوم هو عيلتي بتسالني السؤال ده كل يوم انا اي انا مش انا نفسي مش عارف انا كنت طب ديسكليمر عشان احنا انا جبت سيرتك في 50 حلقه قبل كده اتفضل الحلقه بتاعت ايفلين لما قلت ان كان في واحد صاحبي كل حد بقابله ولمده كذا اسبوع وانا هو نقول له عبالك وهو يقول له كان انا قعدنا فقط بتاع 7 اسابيع كده كل اسبوع يا اما خطوبه يا فرح اشوفه احنا الاثنين نروح نقف جنب بعض نسقف عبالك عبالك نروح بيتنا هي كان في فتره كانت يعني فترات موسم الزواج ديت بالظبط يوجوالي في الصيف طبعا اوبسلي بس احنا بنسميها موسم صدر بتاعه ال 50 دي هتلاقي كل حد 3 4 افرا الحين السبت بقى وفاهم الحين يوم الجمعه وانا هحضر الكنيسه هنا واطلع بعد الفرح الثاني مش ربع ساعه هنا واخطط قطعت التورته هنا بالظبط يلا مش مهم وبيتخانقوا على مواعيد افراح في نفس اليوم فاهم انت يعني تلاقي مثلا البنت تعمل فرح في نفس لما تيجي تحجز بالظبط البنات عندهم الحوار ده فير بيج انا بالنسبه لي طبعا احنا كان الرجاله احنا مش فارقين معانا احنا عايزين ايه اليوم يخلص هو يوم يعدي بالظبط انا اكتشفت الموضوع دوت اتنين كانوا هيتجوزوا كانوا محددين اليوم بقى لهم بتاع 6 شهور والصدفه البحته ان صاحبتها تتجوز نفس اليوم فرحت مجد الفرح صاحبتها ولا من صاحبتها طب هم صاحبتها مش قايلين لبعض يعني فما اعرفش فراحت اجلت الفرح كل سنه لو اتجوزت نفس اليوم انا هتجوز فيه واحد الله مش هحضر فرحك لان هلغي فرحك يعني لا يعني انت هتقول لي انا هتجوز في اليوم كذا او ما انا رايح حاجز معاد في نفس اليوم اللي انت بتبليه ده غباء مني لا اسمع حاجز انت تكون حاجز تمام في ميعاد معين وانا راح احجز بعديها باسبوعين ثلاثه تمام انت في مكان مكان بالصدفه نلاقي نفسنا حاجزين نفس اليوم لا ما هم لو صحاب مش هيعمل يعني لو صحاب قوي ما خلاص يعني هيقولوا لبعض ان انا هتجوز الديبند طبعا لو انت صحاب جامدين يعني فاهم مع بعض لكن لو كنت صحاب يعني مش ناقصه
لان احنا كمان موضوع انت هتتجوز امتى يا ابني؟ خلينا يا ابني بقى السؤال ده ما... يا ابني انا مش عارف اجابته. طب انت عشان الامور بتاعنا انت المودرنج عامل معاك اليومين دول يا دي النيله يا جدعان. انت شايف الموضوع ده قديم قوي يا جدعان. انت عارف ان في ناس مسمينك كيرو موديل ده اصلا بقى. انت معروف في ناشفيل ككيرو موديل. صدقني وانا مش فاكر الموقف ده ابتدى ازاي اصلا، بس انا مش عارف كنت تقريبا قاعد في حته وكده وبتاع، وبعد كده جات واحدة أنا مش عارف شغالة في شركة إيه ولا، وكان معايا مش عارف تقريبا زرعة وكان معايا الشلة كلها كده، وهي جات في النص كده جات بتقول لي أنا مش عارف شغالة في شركة مودلينج ومش عارف إيه و I think you would fit ومش عارف إيه وبتاع كده، بس ده اللي حصل. وأنت عملت إيه بعدين بقى؟ أنا ولا خدت ما خدتش حاجة. لا أنت حاولت حاول يقدم على بعد كده هم بعده إيه يزيتوا بقى اللي هو مش عارف إيه بقى مودلينج مش عارف إيه وكده وحوارات. هل تقدر تنكر إن أنت ليك جمهور دلوقتي؟ يا عم جمهور استنى بس أقول الجملة يا ابني. أنا بقول لك أنا كنت عايز الجماهير يا ابني. استنى أقول الجملة الأخيرة. دلوقتي سيبني أقول الجملة كلها يا حبيبي. هل تقدر تنكر ان انت ليك جمهور من بعد ما عملت اعلان؟ اعلان ايه؟ انت عارف الاعلان ده انا طالع فيه بنص جسم، طالع فيه ايدي والله. والله انت كنت ايد موديل بامانه بامانه. الاعلان كله نزل على الانستغرام. طب انا اقول لك على حاجه، انا اليوم ده انا كنت شغال في مطعم تمام، وجت واحده بتعمل اعلان لبراند ويسكي اصلا تمام، ده اصلا استغفر الله، وقالت لي عايزينك في الاعلان كيرو ايه ده بس ممكن بس حرام على فكره. وقالت لك وقالت لي تعالى عايزين نعمل معاك اعلان ومش عارف ايه وبتاع كده، قلت لها تمام. خدت اليوم اوف بامانه تمام، يعني كان حد يعني لو حد بيتفرج عليا كانت في واحده شغاله معايا نزلتها اليوم مخصوص ومش عارف، انا قلت ايه انا هروح يعني هبهدل الدنيا تمام. المهم روحت يا معلم وقعدوني على كرسي ومش عارف قعدوا يحطوا لي مش عارف ايه في وشي ويظبطوني في الاخر طلعت بايدي. طب يا عاد انا وشي متظبط ليه؟ بعدين يحطوا لي ميك اب صدقني اللي هو انا قلت بقى اول ما لقيتهم بيظبطوا في وشي ومش عارف ايه بيظبطوا في لبسي وبتاع، انا قلت بس انا بطل الاعلان ده، انا النجم تمام. كده لقيتهم جم يكلموا محمد اسمع انا بالغلط، لقيت المخرج نازل على ايدي كده. فالمهم انا بقول له حضرتك مش شايف انا وشي ولا ايه؟ لقيته ولا جايب وشي ولا حاجه. بعد ما الاعلان نزل لقيت ان انا طالع بايدي بس، قلت خساره اليوم اللي انا خدت اوف ده اصلا تمام. طب ادوا لك ميل يعني ولا اي حاجه في الدنيا؟ ادوني تقريبا $200 على اخر اليوم تقريبا. حلوين يعني الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله. حاجه نغير عشاء يا ابني طلع من ضهره وتكلم. هو انت عملت اعلان واحد بس؟ هو ده نفس القصه الاولانيه اللي هي الست اللي جت. لا 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 الست دي جت. طب احكي من الاول، احكي القصه الاولانيه من الاول عشان احنا مش عارفين. لا لا ده زمان قوي، ده احنا كنا في هاي سكول تقريبا حاجه طبعا لبس باين. حاجه بس هو كان لازم يشتري هو اللبس. يعني قعدت تقول لي لا يو هاف تو باي مش عارف اللبسه، وبعد كده تتصور وهنصورك بيه ومش عارف ايه، وبعد كده تطلع ديسكاونت اي حد يشتري اللبس. بس يعني في الاخر حسيت ان هو اصلا موضوع يعني مش فاكس و... فاهم انت مصالح بس عشان اروح اجيب اللبس وبعد كده حاجات كده يعني. بس كيلو برضه الامور بتاع الشله احنا بقى عشان انت عينك اللي حلوه رمون بس والله عينك اللي حلوه والله يعني احمد عز الشله بتاع احمد عز الشله فلا لا يعني. فالمهم انت عشان جمهورك بيتفرج عليك دلوقتي عرفنا فنزاتي حياتي ليكم. هتتجوز مش هتتجوز في ولدك السود يعني؟ طب ما يعني سيبكم موضوع الجواز ده، يعني خلينا نعمل حاجه تاني مكان الجواز مثلا. مش ما اعرفش يعني، بس نعمل اي حاجه تاني. سافر تاني انت مثلاً يعني سفر انت سافرت يعني انت فاضل لك ايه تاني؟ سافر تاني ايه اماكن عايز تسافر لها؟ اماكن عايز تسافر لها مش عارف. طب بص يعني انا في في مكان يعني انا قلت لناس صاحبنا وممكن المكان ده يعني الناس تفتكر ان انا يعني مكان متخلف اصلا، بس انا بجد نفسي اروحه في يوم من الايام. انا نفسي اروح انديا بجد، مع ان يعني في ناس بتقول لي ان هم يعني انا بس مش عايز اغلط، بس حقيقي انا نفسي اروح اشوف الكالتشر دي بامانه مش بهزر. طيب اشمعنى انديا يعني؟ مش عارف، هو ممكن تكون عشان حاسس ان يعني محدش مهتم بالكالتشر دي قوي ومحدش مديها اهتمام، فانا عايز اشوف بقى الناس دي بتعمل ايه هناك. هو بص الصراحة مش عايز اخد بالبس بالانستغرام والصور. هو على انستغرام ليلي في مش عارف بقى في ناس بتبقى تعمل في اكل كده تمام. لو فتحوا كيس اللبن كده وعملوا كده وحطوه يجيب فيه طبعا كده يعمل فيه حاجات. يعني لا بس انت عايز تروح انديا سهله، كلم المانجر شوف في تريننج في انديا ولا لا. روح يا عم عندنا فروع في كل حته. شفتها اولتيم في لا مش شفتها في انديا
بس يعني يا بلد غريبة شوية بس أنا يعني نفسي. طب ثانية عشان تعالى نتكلم في موضوع السفر ده شوية عشان أنا بني آدم أنا ما لا أجزم إن أنا بني آدم بيتوتي ولا حاجة أو إن أنا ما بحبش السفر بس أنا حقيقي ما جاتش الفرصة إن أنا أسافر كتير تمام وما أعتقدش إن أنا أمانع بس يعني ما بسعلهاش قوي إن أنا أسافر على طول وبتاع. إيه إحساسك إنك بتبقى على طول في طيارة ومش عارف انت رايح فين وجاي منين والحاجات عارف دي. عارف الفرق ما بين الفاكيشنر والادفنتشرر؟ عارف الموضوع ده اللي هو لما انت رحت سافرت في حته هل انت حد من اتنين يا هتنام وتبقى عايز تريلاكس بقى تروح تقعد على البحر مش عارف ايه يا تبقى عايز تكسبلور بالظبط عايز تروح في حته وبتاع فانت ادي شخص من الاتنين. انا بحب الاكسبلور بس برضو ما بحبش مش فارق معايا ان انا اسافر. انا من نوعيه برضو لما اسافر ما بحبش اصحى الساعه 8 الصبح يعني فاهم انت بتصحيني ليه العكس بقى. الاجازه يعني انا عايز انام يعني بس اصحى براحتي فاهم. انا عكس انا باجي بسافر لا لو انا اصحى بدري الساعه 8 9 بالكتير اكون نازل بلف بسرعه. انت بتجهز لسفريتك قبل ما تسافرها؟ بجهز لسفريتي like plan it out sometimes مش كل السفريات انا كنت قاعد وبحسبها هروح في كده وهروح هنا وهروح هنا وهروح هنا لا مش كل السفريات عملت كده يعني في سفريات طلعت بيها كده وزي ما تيجي فاهم. Do you think the one that you planned were better or not؟ مش قوي لان انت لما بتيجي تعمل بلان لحاجه انت بتبص على الحاجات اللي على الانستجرام اللي بتطلع لك الحاجات اللي هي مهمه والمين اتراكشنز في كل بلد اوكي بس انت لو رحت من غير ما تبص مثلا على المين اتراكشنز دي في حاجات اكتر بكتير جدا انت ممكن تشوفها احلى بكتير من الحاجات اللي ظاهره بس هو السوشيال ميديا يعني فاهم يكون هنا مثلا تراش وجايب لك هنا فاهم انت يو كان ريلي تيك سوشيال ميديا فور 100% حاجات احسن يعني being spontaneous is better than planning a trip sometimes I like some I actually yeah that's what I usually like to do. طب يعني انا مثلا اقول لك حاجه يعني for example يعني باريس طبعا باريس كله شايفها اللي هي واو ولاف كونتري ومش آخر عارف ايه كم سنه في بدر فيوز كتير جدا. هي يعني انا اخر مره كنت في باريس كان تقريبا من شهر تقريبا حرفيا بامانه لا ده بجد بيتكلم على باريس كده اخر الشارع لا بجد بلد يعني انا ممكن تكون ماي اكسبيرينس از ديفرنت يعني بس مش حلوة خالص وما فيهاش اي حاجة تتعمل غير ان انت بس بتروح قدام البرج وهو اصلا ملوش لما بتروح خمس دقايق بتبص عليه وبتمشي رش طانع وطبعا مش هينفع تاخد صورة لوحدك فاهم زي الانستجرام بيصوروه وهو فاضي لا انسى كلها كله انستجرام وكله بس انت رحت مرتين اكيد صح؟ انا رحت مرتين مرة في الشتاء ومرة في الصيف اني كان احلى وليه في الشتاء انا حاسس ان اخدت مكانكم صح شادي انا محاولة يعني لا هو في الشتاء كان احسن او يعني هي يوروب عموما في الشتاء احسن لان بتبقى اهدى ومفيش زيارات كتير وكده فانت بتبقى اهدى وتقدر تتفسح في اماكن الطف يعني بس طبعا الجو بيبقى تلج فانت في لا it's not as busy as the summer طبعا بس طيب أحسن. فرنسا بولندا رحت فيينا لا ما رحتش فيينا رحت ايه تاني رحت فين تاني لا رحت كتير انا سبين طب لو واحد بيتفرج علينا دلوقتي وقدامه ان هو اجازه يروح مكان غريس اوه يا انت رحت غريس فور شور طب ليه تيل يو عشان احنا وي تاتش الحته في اللي بتاعت السوشيال ميديا في يعني في ريلز كتير وانت بتقلب تلاقي بيقول لك هاو انستغرام سيزت سانتوريني يعني ما هو برضو يقول لك يجيب لك الكاميرا في سانتوريني كده ويشوف ايه ده حلوه وبعدين يقوم لك ده كان بينزل الصور ولا فلتر ولا اي حاجه ده كان بيصور بيمسك ايديه كده اهوت بالتليفون ويلفها كده اهوت لا مناظر بجد مناظر بص لا هي كل المناظر اللي على الانستغرام لجريس هي كلها حقيقيه بجد بس انت تختار الوقت اللي انت تروح فيه جريس يعني ما تجيش مثلا في شهر 6 7 وتروح رايح ده الوقت ده كله بيصيف وكله على هناك وتبقى الدنيا زحمه حتى لو حابب مثلا تاخد صور هناك ولا عايز تعمل حاجه مش هتعرف لانها زحمه فانت مثلا نروح مثلا في اول 9 مثلا نص 9 كده تمام يا اما تروح في الشتاء بس هي يعني جريس في الشتاء it's always raining فهمت؟ I have a question. جريس يعني what I heard about it it's a couple place يعني it's better to go as you know like a honeymoon. Yeah, not specifically honeymoon. ممكن تروح انت ومراتك او whatever.
Do you think this is true? يعني would you have fun يعني كنت مثلا استمتعت اكتر لو انت كنت رحت مثلا مع مراتك ولا وانا استمتع في اي مكان مع مراتي احسن انا مثلا كنت مفتحتك انا كنت مفتحتك my future wife انا كنت لسه من دلوقتي لا طبعا هو طبعا بتبقى انك تبقى خارج لوحدك او مع اصحابك او مع مراتك تمام طب انت سافرت لوحدك وسافرت مع صحابك اه ايه احسن لا طبعا السفر مع الصحاب احسن حاجه طبعا احسن حاجه ما انت كنت فاكر هيقول لك دي فيها حاجه حلوه لا يا راجل بس احسن مع الصحاب يعني I never understand why would you travel alone لا في ناس بتحب عادي انا ما بفهمش ليه تسافر لوحدك يعني عمرك ما هتحس انك لونلي كده انا معظم الوقت بتبقى بس عشان السكيدجول بتاع صحابك يعني مثلا ما اقدرش اقنع ان كل حد يجي معايا في نفس الوقت في نفس المكان في ناس هتقول لك لا في ناس هتختلف معاك فخلاص ما انت ما توقفش بقى يعني شوف اطلع مع نفسك بس اكتشف بس الفكره كمان من الطلعه مع اصحاب يعني فاهم مش المكان نفسه كمان اللي بيديك الفن يعني انت ممكن مثلا تخرج مثلا تروح مكان تعرف فن بس لما ترجع برضو الاوتيل فاهم قاعدين ضحك اليوم كله فاهم يعني مثلا كنا بنروح مؤتمرات يعني ايام زمان مثلا كنا لما ناخد الباص This was actually one of the best timing. فاهم عادين نهزر بعد اللي نايم نضربه بتاع فاهم المشوار كله احنا مع بعض دي that's the fun. Yeah. Obviously what you do over there is more fun برضو بس I feel like if you go just by yourself oh you're gonna go outside the hotel and have fun بس when you come home it sounds more لو انت رحت سافرت لوحدك it sounds more relaxing than is fun exactly يعني انت رايح تريلاكس بدل ما او اكسبلورينج بس برضو يعني لو انت رايح مع اصحابك you can do so many activities معاهم بس انت لو رايح لوحدك انا رايح اكسبلور ايوه and at the same day انا بريلاكس مش عندي صداع انا لما بفكر فكرت فيها دلوقتي لا انا ممكن اسافر لوحدي احسن عادي لان انت مع صحابك with all the respect انت هتضيعوا نص اليوم تشوفوا هتروحوا فين عشان كل واحد فيكم ليه ذوق مختلف يعني كل واحد ليه ذوق علشان توافق على الناس كلها وكل انا كله عايز اكل هو احنا في الاول لما كنا بنطلع اصحاب مع بعض يعني كنا بنسيبها زي ما بتيجي وكنا فعلا زي ما انت قلت بنتخانق بالثلاث ساعات هناكل فين وبعد ما ناكل طب هنروح فين وفي الاخر اليوم يضيع وما عملناش اي حاجه فاهم بس طبعا الوقت اللي احنا بنتخانق فيه في فاهم اللي انا مثلا بره الخناقه فانا قاعد اسخنهم على بعض فاهم لا نروح نروح هنا لا بس ما يمشيش كلمتك عليك فاهم الحوارات دي بس اي موقف حابين تحكوه بالمناسبه لا بس انا عارف انت عندكم مواقف كتيره في القناه مواقف في السفر وفي ضيف يعني انا كنت معاه في الرحله بوينت اللي كان في تريب عملتوها زمان بتاعه الباينابل بنما سيدي كانت سوبر كانت الشله اللي راحت بنما وجابوا الباينابل اي حد بيروح بنما لازم يجيب الباينابل دي انا رحت بنما ما جبتش الباينابل انت ما رحتش البريدج اللي هناك يعني البير يا رحت البير طيب ما جبتش الباينابل كوكونات طيب مصر البريدج اللي هو كان حاطه مش الباينابل لا لا بس طب ما يعني سيبك من السفريات اللي في يوروب بس هي احسن سفريات برضو بتبقى لمصر برضو الزياره لمصر وللعيله وكده ولو انت بقى بتحكي على موقف بقى انت عايز موقف حصل مثلا معايا في مصر ومش عارف ايه كنت بتحكي موقف بتاع المساج لا لا سيبك من المساج ده خالص لا المساج ده بعدين بقى يا جدعان بعيد عن الكاميرا اوف كاميرا بس حصل معايا موقف انا اصلا يعني انا اصلا بابايا ومامتي واهلي من الصعيد تمام من اسوان من حتة يعني محافظة قوي في أسوان فاهم تعودت هو على طول بيها من حتة محافظة قوي في أسوان يعني واضح انها محافظة المهم الناس طبعا هناك اللبس مختلف والحياة مختلفة والتفكير مختلف وكده فأنا كنت نازل يعني عند جدتي المهم أنا في أسوان ويعني بالحظ يعني اليوم ده امي تقريبا كانت ايه غسله تقريبا كل هدومي تمام فانا ما كانش معايا مثلا الا تيشرت كات تمام قلت انزل بيه انا رايح حرفيا الشارع اللي ورا تمام
بعد كده نازل بالتيشيرت الكات ولابس شورت ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده في اسوان. جوني في الكبير قوي المهم انا نازل تمام ومش مدي اخوانا يعني مش مدي. لقيت اول ما نزلت تقريبا من البيت رايح البيت اللي بعده لقيت واحد كده يعني هو ايه لابس جلابيه وقاعد كده كانك لا 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 بص لي كده قال لي ايه يا ابو عمو اللي انت لابسه ده في حريم معانا يا راجل. ليش حاسس نفسك اللي هو انا عارف حسيت نفسي ايه عارف منى شلبي في الفيلم الفوضى اللي هو انا حسيت نفسي ايه يا عم وانا قالع ولا ايه. قال لي لا يا راجل في حريم معانا ومش عارف ايه ده انا بقول ايه طيب مش عارف خدت بعضي دخلت ايه لا يا ولا حاجه حسيت ان هم جايبيني من شقه مغطيني بحاجه تقريبا. طيب بجد انت سافرت كام سنه اللي فاتت دي سافرت بلاد كتير بس سافرت مصر كذا مره سافرت مصر مرتين تمام ومن الواضح يعني ان انت كان عاجبك مصر قوي لانك كنت بترجع بتقعد تحكي لنا لا بجد ايه احسن ايه احسن في ايه مصر ولا بره مصر مصر شويه ولد امك امك في حاجات في مصر حلوه وفي حاجات بره مصر حلوه برضو فانت يعني حلو الاكسبيرينس بتاعت في مصر بقعد فين في مصر وانا لما بنزل يعني بنزل على اسوان الاول وبعد كده بروح لان انا يعني اتربيت وعشت في اسكندريه فانا بنزل أنا في اسكندريه أول مره ان هو كان من اسوان كنت لو انت ازاي من اسوان يعني كان حد جاي له من شرم الشيخ لو ازاي احنا بنروحها واحنا بنزورها يعني حد من هناك هو انا اهلي يعني انا اهلي من اسوان فاصلي من اسوان بس انا يعني اتولدت وعشت وتربيت في اسكندريه لحد ما جيت هنا يعني بس فانا بقى مش عارف انا اقول على نفسي اسواني ولا اقول على نفسي اسكندراني انا بص خلينا في النص يعني اسكندراني يابا بس فبروح اسوان واسكندريه وبعد كده الاثنين احسن ناس الساحل بقى الساحل بقى من شغل الساحل والناس اللي من ايجيبت بقى من الناس اللي من ايجيبت دول من ايجيبت من ايجيبت لا 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 ما وصلناش المرحله دي يعني بس لا انت بتنزل مصر بتروح راس شيطان لا بس الساحل يعني الساحل لما نزلته اخر مره كنت هناك كان حلو انا مقتنع اي حد يلبس بشورت ابيض وقميص ابيض ويحضر حفل حمائي يبقى من ايجيبت ربنا انا قلت هتقول عمرو تقريبا انت عرفت على عمرو كمان روحت العمر يعني فتح بص هو مش لحد القميص عنده صورتك ده لا القميص عنده صورتين من تحت لو انت شبح ممكن الراجل اللي هو شافه وكان لابس كات لو شافه ينتحر لا 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 بس يعني بتبقى اكسبيرينس حلوه لما الواحد بينزل مصر يعني انا طبيعي يعني I cannot say the same You cannot say the same well the experience بس ده برضه الفرق بين واحد من ايجيبت بالظبط لا مش لا هو انا ما رحتش ما يعني زي هو يعني ما رحتش لوحدي اولا سنين اخر مره رحت فيها كانت 2018 فكنت لسه صغير كنت لسه مع بابايا ومامتي قعدنا فتره كبيره في اسيوط انا من اسيوط فطبعا انا كنت حاطط ايديا في دماغي ان انا هنزل مصر بقى واشوف الدنيا انا دي كانت اول مره انزل فيها مصر من ساعه ما جيت طب كم سنه هنا انا بقالي من 2012 حلو الحساب بتاعنا بيرفكت لنفسنا 11 سنه فاهم هي مره واحده اللي نزلت فيها 2018 بس فكنت لسه صغير فيها واغلب الوقت كله مع اهلي فما قدرتش اخرج زي ما كيرو عمل او زرع طبعا يعني طب انت برضو مش فاهم انت ايه اللي كان معادك في البيت يعني انت كنت قاعد هم كانوا بيخافوا عليا ان اطلع لوحدي عشان انا برضو طبعا زي ما انت عارف كير يقول لك اي حد يعني اي حد من هنا بينزل مصر بيعرفوه لو اتكلم عربي لو حلف يعني بص لو whatever he makes قلت لي بص لو اجنبي whatever you whatever يعني you're gonna say انت مصر انت مش من هنا انت مش من مصر انت من امريكا من حته بره مصر من لبسك بقى من طريقه كلامك سلاسل تليفونات مش عارف هاي عمو هاي جرين برجر بس فهم كانوا بيخافوا عليا ما اعرفش انا قلت القصه دي قبل كده ولا لا بس كنت عيل صغير قوي ساعتها كنت في مصر لما نزلت ولقيت مكتوب 135 وكان على علبه الجبنه وهم كان مديني بتاع 5 جنيه ولا حاجه انزل اجيب بيهم طيب 35 انا عايز اسال سؤال بس دلوقتي اتفضل يا بيه ماشي دلوقتي لو جات لكم الفرصه ان انتوا تنزلوا وتعيشوا في مصر وتسيبوا هنا ايه ايه I would say no ولا لا I would say yes I would say no you would say yes yes ليه بقى انت طول تبقى معاك الجنسيه الامريكيه
مهندس مش عارف مين امريكا اصلا بقى افرض ان انت مش معاك الجنسيه الامريكيه لا خلاص عايش في مصر عامل ايه ما انا هنشاف في مصر في مصر مش طايقين العيشه خمس دقايق طب انا اقول لك ابقى على موقف يعني انا كنت بكلم حد من مصر قال لي ايه لما هو يعني متخرج وكده في الريزومي بتاعهم او في السي في هم بيحطوا صورهم تقريبا تمام بيحطوا صورهم في الريزومي في السي في وفي شركات في شركات يعني انت بتجاجيو على حسب صورتك لان حسب انت بتقول لك ان انت ما شفتش المسلسل بتاع هبرج الغراب لا ما تعرفش المسلسل ده لو انت وجهه للشركه فما ينفعش يبقى شكلك امريكي يعني هو يعني دي يعني ايه لا لا مش فاهم يعني انت بس هم في ناس في مصر ريسست وجادجمنتال لا 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 هم مش بيهم لا هو كلام الكلام صح مش بيهمهم الاكسبيرينس ولا اي حاجه بدلتك يبقى شكلها نظيف تمام تبقى شكل بريزنتبل تبقى شخص بريزنتبل في مصر لسه عندهم الحته دي موجوده وعلى فكرة هو professionally ده صح يعني طبعا انت مش هيبقى تروح لل مين اللي هيحط صورته مش لابس فيها بدلة لا 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 هو لا هو تقريبا بيبصوا على الشكل نفسه على الشكل طب لو انت شكلك مثلا عادي قصدك في يعني شكلك حلو ولا شكلك وحش شكلك عادي مثلا مش احسن حاجة طب خلاص كده يعني انا ما اشتغلش عشان انا شكلي مش واجهة للشركة هو كده كده غلط هو كده كده غلط يا يا اديس اجيب بصراحه مش بالله بس نرجع للموضوع اللي هو الواحد يعني يا بس جوينج باك تو موضوع ان انت هل تروح تعيش في مصر ولا لا تعيش في مصر تاني اي فيل لايك ان انت يعني انت ما دام انت اتعودت على حاجه صعب انك تغير عشان كده حتى الناس اللي في مصر لما بييجوا يهاجروا ويجوا امريكا بياخدوا وقت لحد ما يتاقلموا طب انت فاهم ازاي انك تعيش في مصر مع نفسك نو بس انت خلاص يعني ديبندز يعني انا دلوقتي انا كنت عايش في مصر وبعدين رحت امريكا وتعودت وبعدين هرجع مصر بقى الموضوع بس هيبقى وضعك احسن في مصر هتبقى وضعك احسن من الناس اللي اتولدت هنا مثلا لا احسن من الناس اللي اتولدت فين في مصر من اللي اتولدت هنا في امريكا يعني واحد مصري اتولد هنا في موجود هنا من امريكا من هو صغير انا بس انا على فكره يعني انت الكلاس اللي انت تعيش فيها يبقى احسن الكلاس انت انا برضو يعني الفكره فيها انا ليه بسال برضو السؤال ده لان انا حاسس ان احنا كبرنا وتعلمنا واشتغلنا هنا وكل حاجه بس احنا فاتنا حاسس ان احنا فاتنا اكسبيرينس رهيبه في وقتنا ده في مصر والموضوع ده اتكلمت عليه برضو مارينا في حلقتها في موضوع ان هي دخلت كليه في مصر وكده انا لما باجي بتفرج على يعني مثلا صحابي في مصر في الكليات وفي الحاجات دي يعني بحس ان احنا هنا فاتنا حاجات كتير وفاتنا مشاعر وفاتنا اكسبيرينس كبيره في مصر نزولك دلوقتي ده مش هيعوضك على الحاجات اللي راحت ولو طب لو لنسبه نلحق حاجه فاهم نلحق حاجه من شبابنا نعيش في مصر مثلا فاهم يعني انا جات لي فتره كده وكان شادي يعرف يعني ان انا كنت بفكر دايما ان انا اتخرج وانزل مصر واعيش في مصر انا عارف بس قعدت معاه وعرفته غلط عرفني غلط دي بقى انا عارف الاستوديو دي اللي بعديه بيخطبوا مصر اللي بيزوروا يخطبوا بالمصر وكده بس فاللي هو انت زي ما انت قلت صراحه يعني الـ الانسان لما بيتاقلم على حاجه بيبقى صعب ان هو يطلع بره يغير كومفورت زون خلاص بالظبط بالظبط فبالذات انت متعود على هنا فاهم وطريقه الشغل وطريقه الحياه هنا لما تنزل مصر طريقه مختلفه خالص يا yeah. totally big difference فاهم money is a big factor but it's not everything as well فاهم يعني انت مش بتكلم ال you being comfortable فاهم ان انت انت معاك فلوس وكل حاجه بس الايكونومي بتاعت البلد نفسها انت فاهم حتى لو انت يعني انت مستريح في مصر عشان في ناس يا جماعه عايشين في كلاس غير اللي احنا بنشوفه خالص وعايشين مرتاحين جدا فين في مصر طبعا في مصر لو انت بصوا انت حاجه من الاثنين either you're rich فاهم وعايش حياتك لا انت مش لايق يعني بص مفيش الميدل كلاس ده في مصر تقريبا مش موجود هو انت يا كده بيقال بس تاني انا حقيقي تعبت من كتر الكلام في مصر عشان انا حاسس ان احنا مش مغيبين بس احنا في جاب كتير كبير جدا احنا ما نعرفش عن مصر ما نعرفش عيش عامله ازاي في مصر therefore انا احب مصر انزل ازورها بالظبط ازورها اقعد شهرين وبعد كده ارجع هنا انا بالنسبه لي مصر المكان اللي بشوفه في الافلام اللي اعرف ان في ناس مش قادره تعيش فيه بس برضه شايف في ايه كلاس عايش ومرتاح
وعايشين كويس جدا ومبسوطين والكلام ده كله. ففي الاثنين عايشين احسن منك في امريكا. ده حقيقي. ده حقيقي على يعني. كلام كيرو وزرع يعني اللي بيقوله لنا الناس في مصر. احنا بنشوف الريلز والتيك توك والحاجات دي. واي حد لابس ابيض فوق بيعرف ان معاه فلوس. اي حد لابس كتان اعرف ان اي حد لابس كتان ده عايش عيشه طويله فاهم خالص. حاجات كده. هو عامل تاتو هنا كده. ايوه بالظبط. قصدك ايه بالكلام؟ صح صح صح. انت قصدك ايه بالكلام؟ قصدك ايه بالكلام؟ احنا الانستجرام بتاعك كله يا جماعه. لا بص انت على فكره جود بوينت. هنرجع لك انت يا جدعان. في جست كتير قوي اتكلمت معانا في الموضوع ده فمش عايزين نديك ديب انتو ات يعني. بس انت يو هاف ا جود بوينت اللي هو في حاجات كتير حصلت اللي هي بتبقى بتشوفها في الشباب عندك في مصر ايام الجامعه وايام يعني ايش يعني. جان قالها في الحلقه بتاعته قال لك ايه؟ قال لك هنا انت هاي سكول العيال بتكبر بتبدا شغل انت بتحاول بقى تكون نفسك مش عارف ايه بس ان فرونت اوف ات انت بقى يو كيبل انك تقدر تتجوز بدري تقدر تعمل حاجات بدري. هناك في مصر ايوه انت عايش حياتك وجامعتك واصحابك وبتاع بس برضو بسبب الايكونومي بسبب ان انت ما بتقدرش تكون نفسك بدري الموضوع ده زي الجواز. بس على فكره مش كله عايش حاجه في مصر يعني انت فاهم. انت برضو مش زي ما فاكر شادي بس انا يعني انا عايز اقول لك حاجه على الحوار ده برضو لان انا عندي اخ صغير وانت برضو عندك اخ صغير فانت عارف الموضوع ده. في مصر التربيه مهما كانت هنا ولا يعني قصدي يعني مهما كانت حلوه هنا في التعليم والحوار ده بس انا لما بشوف اخويا الصغير انا بزعل لانه انا حاسس ان هو مش واخد الاكسبيرينس بتاعتنا واحنا صغيرين في مصر. يعني انت صغير ليك صحابك وليك معارفك حواليك عارف تكومينيكيت وذم لكن انا اخويا حرفيا 24 ساعه قاعد على البلاي ستيشن بيكلم نفسه حرفيا. فانا لما اشوف اخويا الصغير يعني كده بقول طب ايه العيشه دي يعني ايه اللي احنا عايشين فيه ده. ده حقيقي. الناس بيجي لهم يعني الاطفال الصغيره دول معظم وبالذات الامريكان يعني معظم الاطفالهم عندهم توحد بسبب ان هم مش بيتكلموا مع حد ومش عارفين يكوميونيكيت. فانا الواحد يخاف على اخواته الصغيره من الحوار ده. ده حقيقي. بس على فكره ده ملهوش دعوه قوي بامريكا او مصر. لا 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 ليه دعوه طبعا. كان في حد بيتكلم كده هو ليه دعوه تو ان اكستنت بس برضو الجينريشن احنا فيه مش زي اللي احنا كنا فيه. لا برضو يعني هقول لك ليه. كان في حد مره بيتكلم في الموضوع ده موضوع التربيه الفرق بينها هنا وبين مصر. انت عارف ان احنا معظم تربيتنا مش بس اللي اتعلمناها من بابا وماما اكيد طبعا كنيسه في عمه مش ده بس في عمه اللي انت بتروح مثلا لو بابا مش موجود انت بتروح تتكلم مع عمه فلان الفلاني اللي انت عارف ان هو زي بابا بتاخد منه فلوس بيربي جواك ثقه. خالته اللي حنينه اللي بتحبك اللي زي ماما بالظبط وبتحبك اكتر من عيالها ده مش موجود هنا. كل الحاجات دي بتربي جواك حاجات بالظبط صغيره جدا ممكن انت ما تاخدش بالك منها دي بتربي شخصيه البني ادم بتكون شخصيته. Yeah. I mean you have a point. ففي yes, حاجات كتير الجيران اللي عايشين في الشارع اللي في مصر كتير جدا كتير جدا بسمعها انا للاسف برضو ما عايشش في مصر كتير ان مثلا عيال بس انا بشوف عيشه الامارات زي بتاعت مصر بس لا بس يعني صحابنا والكوميونتي في الامارات كان شبه بتاع مصر يعني في مصر كنت لما انزل الاجازه العيال بيبقوا في الشارع على طول. ده حقيقة. مفيش حد خايف على عياله ان حد هيخطفه. ما هو الشارع بتاعك كلكم عارفين بعض كل الناس عارفين بعض مسيحيين ومسلمين وكلنا حبايب وكل الناس بنلعب كورة مع بعض. يصحى الصبح يروح مدرسته يخلص مدرسته رمى كراسته انت خلص مذاكرته وفي الشارع سبسكرايب دلوقتي وفي الشارع بيبقى قاعد مع صحابه الجيران حواليه الناس قاعده على القهوه بتتفرج على ماتش بيلعبوا طاوله في جو اسري والفه في الشارع احنا مفتقدينه جدا هنا. ده حقيقي. انا عايز اقول لك على احنا مثلا عايشين هنا ايوه انا عارف ان جيراننا وكده بس عارفهم بس كل واحد ليه افتر 8 بي ام تلاقي الدنيا بقت ضلمه ومفيش جو. ما هنا بتحس ان هنا يعني الحياه ما يعني عدمه كده. هل الموضوع ده في ناشفيل بس؟ لا ده في كل بس لا لا اكيد في امريكا الجنرال امريكا كلها هي دي البلد دي شغل وفلوس يعني مثلا كاليفورنيا نفس الموضوع. رحت كاليفورنيا برضو نفس الحكايه انت بتيجي الساعه 8 9 بالليل نفس هنا بالظبط مفيش اي فرق. الفرق ان في ناس بتعرف تخرج هناك غير الخروجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. تمام. هناك حياتهم لايفلي اكتر عشان كشباب. تمام. انما في السن الصغير اللي احنا بنتكلم عليه دوت اللي هو المفروض ده السن اللي انت بتكون فيه شخصيه وبتتربى فيه لا نفس هنا بالظبط ما كانش يعني انيل كمان لان ما فيش مصريين كتير
يعني هنا الكثافة المصريين الموجودة معنا بتحسسك برضو بفكرة ان بابا معاه ناس في الشغل اعرفهم، فانا بعمه برضو ساعتها بتتبدل بالقرايب بتبقى بالصحاب. بس برضو انا شايف ان التربية في مصر مختلفة جدا عن التربية اللي هنا، واللي تعلمناه في مصر واللي تعلمناه في الامارات واللي تعلمناه في الدول العربية اللي كان فيها الجو الاسري الكيوت الامور اللي ما باش موجود في زماننا دوت، ده كله هيبقى فين سبيس تون اللي من دول؟ فين ام بي سي 3 دلوقتي؟ فين سابق ولاحق من التعليم من دلوقتي؟ الحاجات دي كلها بتكون شخصية الطفل اللي ما باش موجودة خلاص. وحتى الابهات والامهات مش موجودين علشان يعلموا حتى الطفل الحاجات دي. يعني شغل لوحده واحنا صغيرين، ودي حقيقه انا يعني مش متضايق، مش حاسس ان هي حاجه حلوه. واحنا دلوقتي يعني زمان كنت تروح المدرسه مثلا من 7 الصبح ترجع 2 الظهر 3، يكون باباك لسه مخلص شغل وراجع قاعد في البيت. بتحصل ساعات بنتغدى مع بعض، ساعات ما بنتغداش، بس على 7 8 بالليل كل اللي بيبقى موجود في البيت. صح، انت كل يوم الساعه 7 8 بالليل البيت كله موجود. انا فاكر الصراحه في مصر ما فيش مره ما يعني ما اتجمعناش على الغداء، يعني كلنا بنتغدى وبنتعشى مع بعض. احنا يعني هم عيلت كلهم 4 يعني، بس بس يعني ما فيش مره، انا مش فاكر مره يعني كلت فيها لوحدي او كلت انا اخويا لوحدي وبابا وماما مشغولين. يعني I'm not gonna try to attack الناس اللي بتشتغل 24/7 هنا، بس في ناس كتير بتعمل الموضوع ده. هل الموضوع ده healthy وصح؟ I don't think so. يعني تعرف انا كنت اعرف ناس، طبعا كل واحد وظروفه، بس بالظبط كل واحد ظروفه، بس في ناس يعني برضو ايه الظروف اللي تخلي حد يشتغل من الساعة 7 الصبح يخلص الشغلانة دي، بعدين يروح الشغلانة التانية، ويخلص الشغلانة التانية دي يخلص يروح الشغلانة التالتة، يروح ينام له 3-4 ساعات وبعدين يبدأ اليوم تاني. ايوه في ناس بتعمل كده 24/7. طب وعيالك؟ لا ده غلط. ما تقولش ممكن لو واحد مثلا عيلته في مصر. انا بتكلم على الناس بقى اللي عيلتها هنا معاه. انا بتكلم على اب عنده مثلا عائلين 3 فبيشتغل. لا كله. يعني ثانيه، انا معاك في الحته ديت، ولكن تمام اعرف ان مسؤوليات هنا غير مسؤوليات مصر. Is that an excuse ان انت ما تعرفش اي حاجه عن عيالك علشان بتشتغل 24/7؟ كعقليه اب اولد فاشند ان هو انا شغلتي في الحياه ان انا بروفايد لعيالي. It's not about being traditional. انت الراجل، انا this is my point of view عشان ما حدش يتاك مي. This is my point of view. الراجل في البيت his job is to provide for the house. بس ماشي. بس هل ده معناه ان الاب ما يلوش لازمة في البيت؟ هو مش بروفايد، مش بيدي الحياة، مش فلوس بس. ما هو بيدي حنان بقى، بيدي فلوس، بيدي حاجات كتير. مش كواحد المفروض مطلوب منه $4,000 في الشهر، تمام؟ شغلانه واحده بس، من لو قلنا اللي هي شغلانه العاديه اللي هي ب 40 ساعه في الاسبوع، ما يكفوش ان انت تجيب ال 4000. هل ده معناه ان انت مش معناه المضطر بيركب الصعب؟ هي دي كل الفكره. ايوه طبعا، ما بقول لك كل واحد وظروفه. انا عشان كده هنا في امريكا يعني انت تلاقي اغلب العائلات الاب والام بيشتغلوا. في مصر يعني في مصر بيبقى جدا الامهات ما بتشتغلوش. طيب ماشي، الاب ده اللي بيشتغل 24/7 وفي امراته موجوده وبتاع، بس هو يعني لو هما الاثنين شغالين، ما برضو هو they can afford it بشغلانه واحده وشغلانه تانية، بس هما they're working for the sake of money. هما شغالين علشان الفلوس. أيوة الفلوس دي رايحه فين في الاخر؟ هل ده ما هي بالظبط؟ لا 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 بتيجي بقى بادمان بقى ده كده. بتيجي بقى بادمان كده، انت بقيت ماني هانجري، فاهم؟ انت وصلت المرحله اللي انت يو وان تو دو سو ماتش، جعان بس. لا برضو انا ترجم لك. انا برضو مش مع فكره ان هو جعان فلوس، فان هو بيجري ورا فلوس. نقطه، في كتير ممكن يكون الموضوع تحول ان هو بيجري ورا الفلوس، ولكن كان البدايه ان انا اي وانا بروفايد فور ماي كيدز. ما اكيد مش بيشتغل عشان هيكون فلوس قد كده ويجمع معايا. مش كل الناس شبه عادل امام في فيلم، في مسلسل اسمه ايه، اللي هو انا هقعد احوش فلوس واجمع فلوس يبقى معايا 15 مليون اخبيهم على العيال قبل ما اموت. ما مش كل الناس كده، اللي هو كان في طلع بخيل ده. ما مش كل الناس كده. لا ما فكرت بتقول على مورجان، احمد مورجان. لا كان في مسلسل عادل امام كان بخيل جدا، كان طالع بخيل وما بيصرفش حاجه على عياله خالص، ولما مات اكتشفوا ان هو كان معاه 15 مليون دولار. فالفكره في ايه؟ مش كل الناس طماعه وجشعه على الدرجه دي. في ناس حقيقي نفسها تعمل حاجات كتير جدا لعيالها، فهو مضطر ان هو يشتغل 70 ساعه في الاسبوع اللي بيشتغلهم دول.
بس ده ما يجيش على متفاهم متفاهم ان هو ده للاسف بيأثر على تربيه الاولاد والاولاد بيطلعوا عيال شمام في الاخر. عارف المثل عارف عارف المثل اللي بيقول لك على قد على قد على قد لحافك مد رجليك. بالظبط. انت في في انت اشتغل شغلانه واحده في اب انلف وذ انكم بتاع شغلانه واحده في الدنيا في اب في الدنيا هيقتنع باللي انت بتقوله دوت؟ لا طبعا اي اب عايزك تكون احسن منه يعني. بالظبط. So he's trying to provide. الاب ممكن يولع في نفسه. ما ده توكسيك مينتاليتي. لا لا مش توكسيك. الاب ممكن يولع في نفسه ما ينامش بالايام. انتوا بتقولوا هو بيشتغل بينام له 3 ساعات وما بيشوفش عياله. انت شايف الناحيه طب ما تشوفهاش ان هو ده طالع ده راجل طالع عينه ما بينامش في اليوم. ده توكسيك تو هيم سيلف. That's toxic. ما ده unhealthy ليه. It's unhealthy مش toxic. في فرق كوز ما بين انك تقول هو that's unhealthy لهم في اللونج رن. No, toxic للعيلة كلها. Toxic لولادك وtoxic لمراتك وtoxic لنفسك. هو بيضر عياله وراجل وحش. هو هل ده راجل وحش اللي هو بيشتغل 70 ساعة في الأسبوع عشان عياله يعرفوا يخرجوا ويتفسحوا ويجيبوا عربيات ويجيبوا هدوم ولبس. السبب صح بس الطريقة غلط. ما عنديش مانع بس انا عندي مشكله. طب ما انت هتستفاد ايه لما انت عيالك يبقى معاهم عربيات ومعاهم فلوس ومظبطين نفسهم وفي الاخر مش متربيين؟ انا مش بقول لك بالظبط. انا بقول لك ده الصح وده الغلط. انا بقول لك العقليه دي ما ينفعش واحد بعد سنين دي كلها تعب علشان هو حاسس تاني هو على قد تفكيره. تمام. هو راجل شايف ان انا شغلتي كراجل وده عشان كده قلت فاشن واي اوف ثينكينج او مش زي التربيه الحديثه اللي بنتكلم عنها. المفروض الاب بيربي العيال والكلام كله. في ناس كتير قوي مقتنعه ان الاب شغلته في الحياه بس ان هو بروفايد. انا بروفايدر انا لما العيله دي تحتاج فلوس يسالوني عليها. ايوه وده مش صح. وانس ان انا العيله بتاعتي محتاجه فلوس وانا مش قادر ادي لهم فلوس او مش قادر ان انا اساعدهم انا خلاص كده فشلت في شغلتي. بدل ما بس هو يعني الطريقه الصح ان هو المفروض يفكر ان انا على قد الانكم اللي انا بعمله ده من شغلانه الواحده هعودهم على كده. يعني احنا ممكن نعيش بالانكم. انت كأب لما تشوف ابنك نفسه في جزمه صاحبه جايبها او نفسه في ان هو يخرج خروجه صاحبه خرجها ويقول لك يا بابا انا اصحابي بيجيبوا انت مش تزعل انك مش قادر تجيب له؟ بس خلينا رياليستيك. ما تقوليش رياليستيك مش لا 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 خلينا رياليستيك. انا معاك في نقطه بس برضو معاك يعني انت يور نوت يا بالظبط مش هتجيب له كل حاجه يعني there's discipline يعني لازم تعرفه انه مش كل حاجه عاوزها هيجيبها او هيوصل لها يعني برضو في الاخر في الاول الاب بيزعل من نفسه لما يشوف ابنه نفسه في حاجه ما يقدرش يجيبها. اكيد ده حقيقي. اي اجري وذ يو. فساعتها بس مش الحل ان انت تشتغل ما تعرفش اي حاجه عن عيالك ما تعرفش اي حاجه عن مراتك ما تعرفش اي حاجه عن بيتك. انا بشتغل بديهم فلوس وبعدين برجع الشغل. That's not right. كده يمين قوي او شمال قوي غلط. بالظبط. هو امسك عشان ما ينفعش واحد يقول لك لا انا لازم ابقى موجود في البيت لازم ابقى موجود على طول العيال ومش العيال لازم ابقى موجود في تربيتهم 24 ساعه 24 ساعه وما يلاقوش ياكلوا ومراته هي اللي بتشتغل. موضوع الهاوس وايف هاوس هازبند دي تستفزني اساسا بس حلقه طويله. احنا حي ظلمناكم معانا ان احنا جبناكم يعني مش حاجه وحشه حاجه يعني انتوا كل واحد تيجوا بشخصيه وبحياه ف كان مش غلطه بس يعني حلو ان احنا اتكلمنا على حاجات كتير بس كان لازم نجيب كل واحد نتكلم على حته اكتر شويه. فاحنا هنعوض لكم في الموسم اللي بعديه واللي بعده في سيزون 2 3 و 4. بس طبعا نحب نشكركم ان انتوا جيتوا يعني انا فيري شورت نوتس. It's been a pleasure. That was a very nice episode. It was amazing. Yeah. حلو الاكسبيرينس كوكو. جامده بجد. جامده عشان كده هطلع فين يا عم. نحب نقول good luck in your life يا شادي حبيبي. thank you. و good luck in choosing a life يا كيو. ربنا يسرها. good luck in choosing the next destination هتسافر فيه. it's a hard decision. هيسافر فين ده هيضيع تلقى مش شهر من حياته في مكان واحد. لا بجد والله بجد انا فخور ان انا صاحبك عشان الناس كلها تتكلم عنك اليومين دول. الله يخليك. كل ما اشوف حد معاك يكون كويس بس عشان ما اروحش اتشتم ولا حاجه. هو كل صاحبك ده بيسافر كتير دي. يلا الحمد لله. فبجد شكرا بجد يا جماعه ان انتوا جيتوا. ثانك يو فيري ماتش. It's been a pleasure guys. thank you. بس روح. ثانك يو. الكاميرا ولا ليهم؟ ثانك يو جايز بامان. لا بجد واز ا فيري نايس ابسود. وكلمنا على مواضيع كتير حلوه. Yeah. يعني احنا دايما بنبقى داخلين الابيسود في موضوع سبيسيفيك هنتكلم مع الجيست فيه وطبعا الدنيا بتمشي
بس عارف انت لما بتخلص ابيسود يور فيلينج ساتسفايد بالكونفرسيشن. افهم من كلامك ده ان احنا احلى جيستس جم البرنامج ده. انت واحد من احلى قول ولا انت خايف؟ سيب سبسكرايب اللي هم اللي يقولوا الاودينس. عايزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. يلا انا ما سمعت لايك. حاسس ان هم كابوتشينو قوي. شير لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. Okay. فوكس تزعل سوبر فوكس هيقولها. يلا يلا يلا. 1 2 3 لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. كيوت خالص. وما تنساش تروحوا على سبوتيفاي. لو بتسمع على سبوتيفاي اعمل لنا ريتنج 5 ستارز علشان البودكاست يروح لناس تانية. واسمع الحلقات اللي فاتت واسمع الحلقات الجاية. شوت اوت الدحيح. كل حلقة زي شوت اوت. لا هو بص الصراحة على فكرة يعني I love this podcast. يعني بسمعها على طول زي ما انت قلت بالظبط for lunch. Like I'm sure a lot of people. A lot of people. A lot of people does that. يعني I think you guys picked a good timing as well. يعني فهم لو 10 الواحد أغلبنا ناخد lunch around 12-1. ف it's a good timing. يعني لا بجد شادي thank you so much man for coming and thank you for watching. يعني والله من الناس اللي هي المحترمه اللي بيجي في حلقات يقول لي على فكره جود جوب. يعني انت اللي وبرضه لو في حاجات انا يعني برضه اي بوينت اوت ستاف اجيب يو فيدباكس. يعني من اول من ساعه اول حلقه كان شادي من الناس اللي جم يكلموني قالوا لي على فكره جود جوب وكملوا ما اعرفش وبتاع. انا بحترم شادي حبيبي. مش كل الناس جت مش كل الناس جت مش كل الناس جت كلمتني وفي ناس جابت تريقه بس مش مهم. شد على من اول المتابعين للبرنامج ده. وانا ممكن اكون مش بسمع الحلقات كلها بس من اول المتابعين برضه. لا بجد شكرا انتوا لغايه دلوقتي بتتفرجوا علينا. خلاص السيزون قاب قوسين يا ود ان هو يخلص. وهتوحشونا ولا وحشكوا يا رب. دلوقتي فرصه حلوه تروح تتفرج على الحلقات اللي فاتت. استنوا الحلقات الجايه. و شكرا.